مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل أي حاجة بحب طبعا أوجه التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية كلها، كل سنة وانتم طيبين. المولد النبوي الشريف، يا رب إن شاء الله تكون كل أيامنا سعادة ومصر دايما في أمن وأمان. طبعا البيت الكبير النهاردة عندنا إن شاء الله ملفات كتير هنتناقش فيها من خلال طبعا ضيوفنا اللي هيشرفونا. هيكون معانا في الفقرة الأولى الأستاذ عصام شلتوت، طبعا الكاتب الصحفي الكبير المتميز. الفقرة الثانية هيكون معانا واحد من لعيبة النادي الأهلي السابقين، أحمد صديق، ده نجم النادي الأهلي، كان أحد نجوم طبعا الجيل الذهبي في الألفية الحديثة. هنتكلم معاه عن النادي الأهلي ونتكلم كمان معاه على ذكريات البطولات. في الفقرة الأخيرة إن شاء الله، الفقرة الثالثة، معانا أيضا نجم من نجوم وأساطير النادي الأهلي، الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب. إن شاء الله حوار شيق، هيكون فيه أكيد كواليس ومعلومات جديدة. خليني أقول كمان سهام، كل سنة وانت طيبة سهام مولد طيب. النبي، وإن شاء الله بإذن الله كل أيامنا تبقى خير وسعادة إن شاء الله. وانت طيب يا رب، وينعاد علينا كلنا، على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة والشعب المصري كله دايما بخير وفي أمن وأمان وسلام. أهلا بيكم وجمهور النادي الأهلي العظيم، اللي أنا يعني مش عارفة أقول له إيه الحقيقة، اللي عايزة أشكره جدا الحقيقة في الأول على ردود الفعل اللي وصلتني عن حلقة امبارح. أنا بشكركم جدا، وأنا عارفة أن أنتوا ورانا وبتدعمونا، وعارفة أن البرنامج ده مشاهداته فائقة، فدايما بنتوخى الحذر، ودايما لما بنقول حاجة بنطلع وإحنا متأكدين وإحنا بنقولها. بنوعد حضراتكم إن شاء الله إن إحنا نكون دايما عند حسن ظنكم زي ما وعدناكم في البداية خالص، والجديد هتلاقوه الحقيقي هتلاقوه بس في البيت الكبير هنا في قناة النادي الأهلي. النهاردة عايزة أبدأ كلامي عن قرار حكيم من وجهة نظري مهم بيتخذه النهاردة اتحاد الكورة، أو اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكورة النهاردة برئاسة السيد عمرو الجنايني. القرار هو مد فترة القيد الأولى الخاصة بالموسم الجديد. يمكن معظمنا تابع القرار ده، القرار ده هيكون المد يوم 11 نوفمبر اللي جاي بدل من 4 من الشهر نفسه. ده معناه ايه؟ اولا النهاردة ده القرار ده كان في اجتماع مهم جدا في اللجنة الخماسية، وكان حاضر مندوبي أندية الدوري الممتاز. قرار ليه سليم أو قرار ليه حكيم؟ لأنه بيمنح الفرصة للأندية أن هي تلتقط أنفاسها شوية. الواحد يعني ياخد أسبوع كده بعد موسم طويل، وانت النهاردة بتمنح الأندية دي وقت كفاية أفتكر علشان إبرام التعاقدات الجديدة اللي جاية في الطريق. مثلا في الأهلي أكيد التركيز النهاردة منصب كله على مباراة برضو طلائع الجيش، هتكون يوم السبت اللي جاي في منافسات الأسبوع الـ 34 والأخير الحمد لله في مسابقة الدوري الممتاز، ونتسلم الدرع. بعد كده عندنا مباراة العمر زي ما بيقولوا، مباراة العمر بالنسبة للاعبي الفريق يوم 6 نوفمبر في نهائي دوري أبطال أفريقيا. أكيد التركيز الأكبر على المواجهتين دول، ما فيش مجال للحديث عن أي صفقات جديدة زي ما كنا بنتكلم أول امبارح باين، أو تعاقدات في الوقت الحالي. إحنا هنا بنلقي الضوء على كل الأمور السلبية، النواحي السلبية أو الإيجابية، لما بيكون في حاجة تستحق إن إحنا نشيد بيها أكيد بنعمل كده، لأن برضو ده دور من أدوارنا إن إحنا ندعم كل فرد في المنظومة الرياضية أو الكروية بيأدي دوره، وده من دورنا الرئيسي بالنسبة لينا هنا اللي بنؤديها من خلال قناة النادي الأهلي ورسالتنا الإعلامية في قناة النادي الأهلي. ازيك يا كابتن؟ اهلا اهلا نسام. طبعا النهارده كان قرار يعني في ارتياح شديد بالنسبه لانديه الدوري الممتاز، اكيد الانديه عايزه تعمل تعاقدات جديده. كان يوم 4 نوفمبر ده يوم ضيق جدا، كنا اتكلمنا هنا في البيت الكبير ان حتى ده يعني مش عيب انك تغلط، لكن يعني العيب انك تتمادى بغلطك. فالنهارده اللجنه الخماسيه فعلا
بتاخد القرار الصائب. الموسم الجديد هيكون اكيد موسم قوي جدا جدا، كل الانديه بتحاول تدعم فرقها بشكل قوي جدا. ما كانش فيه ابدا داعي ان هو الوقت يبقى ضيق. النهارده لغايه يوم 11 كنا بنتكلم كمان ما كانوش باصين للمباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر، وبالتالي كان في تضارب في الحته ديت، بعض اللعيبه طب هتمشي طب هتقعد، لكن كل دوت يعني النهارده اعتقد قرار صائب من اللجنه الخماسيه انها تاخد هذا القرار بمد القيد ليوم 11 نوفمبر. ويعني خلينا نتكلم ان كمان احنا هنا في البيت الكبير زي ما سام بتقول احنا بنقول الايجابيات والسلبيات، لما بيكون في حاجه ايجابيه بنقولها، حاجه سلبيه اكيد بنطرحها لحتى مع ضيوفنا وبنبدأ نتناقش فيها. لكن كان شيء جيد جدا ان يوم 11 ده يكون يوم القيد، لان بتسهل على الانديه زي ما قلت انها تتعاقد مع لعيبه جديده، وخاصه احنا عارفين بسبب طبعا كورونا ان التحام الموسم خلاص يعني 19 20 ملحوم في 2021، وبالتالي الامور كانت صعبه جدا، لكن قرار جيد للجنه الخماسيه. اكيد طبعا، وده انت يعني اسبوع يعني عارف اي نادي يعني عايز يوم، عايز يعني فاهم، عايز فتره وقت كافي ان هو يعني ياخد نفسه. احنا بنتكلم عن موسم غير عادي، فالنهارده بنتمنى ان يكون في توافق ما بين الانديه واتحاد الكوره، وما يكونش في مشاكل زي اللي بنشوفها كل موسم. خلونا نروح مع حضراتكم ونطمنكم على اخر استعدادات فريق النادي الاهلي كالعاده وطلائع الجيش يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. النهارده موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي كان عنده جلسه مطوله مع اللاعبين قبل ما ينطلق مران الفريق يوم اللي كان النهارده على ملعب التتش في الجزيره. الجلسة المطولة دي كان فيها الكثير من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طلائع الجيش إن شاء الله. صحيح طبعا. الجهاز كمان الفني للنادي الأهلي النهاردة عمل تقسيمة قوية جدا بطول الملعب، يعني تراي ماتش بشكل مباشر من أجل طبعا التحضير لمباراة طلائع الجيش. الجهاز الفني أكيد عايز يطمن على جاهزية كل اللاعبين، ويعني بيطبقوا بعض الجمل الخططية والتكتيكية استعدادا للمواجهة الأخيرة في آخر مباراة في الدوري، فده طبعا كمان استعدادا، وبيحاول يطمن على بعض اللعيبة، بيحاول يطمن على بعض المراكز من خلال التدريبات. طبعا التركيز أكيد على طلائع الجيش هي الخطوة القريبة، لكن كمان الجزء التحضيري كمان لمباراة إن شاء الله اليوم 6 نوفمبر بإذن الله. كلنا عنينا على 6 نوفمبر. دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي كان بيأكد أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق قطع شوط كبير في تنفيذ برنامجه التأهيلي، الحمد لله بيتعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية حاليا. معلول كمان بينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي ده للتعافي من الإجهاد بنسبة 100%. يمكن دكتور كمان كان بيوضح أنه 48 ساعة اللي جاية هي دي اللي هتشهد حسم عودة معلول بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، طبعا كل ده استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد ليها يوم 6 زي ما إن شاء الله بإذن الله. علي معلول وكمان مروان محسن كمان النهاردة بيستكمل إجراءات التنفيذ برنامج التأهيلي. احنا عارفين برضو كان مروان عنده بعض الإجهاد العضلي العام بشكل عام، ما فيش إصابة ولا حاجة، لكن في إجهاد عام لمروان. قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ان مروان بيأدي بتدريبات تأهيلية على هامش المران تمهيدا كمان للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكد طبعا ان تحسن حالة اللاعب واقترابه بشكل كبير جدا واعلان جاهزيته. زي ما بقول لكم هو مش إصابات، يعني كان في إصابة شوية لعلي معلول، إصابة عضلية شوية، لكن مروان كان عنده إجهاد عام، وده المرحلة اللي بنتكلم عليها عملية التجهيز. موسيماني يشوف اللعيب ممكن ياخد راحة، ممكن حتى لو جاهز يقول له لا النهارده تريح او تجري حوالين الملعب شويه، كلها دي اجراءات يعني اجراءات طبيعيه جدا لتجهيز اللاعبين على المستوى البدني. وعلي معلول طبعا احنا كلنا بنسال وان شاء الله باذن الله يكون متواجد ان شاء الله الفتره اللي جايه في التدريبات الجماعيه استعدادا لطبعا النهائي الافريقي ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. هتتكلم مع استاذ عصام شلتوت في ايه؟ لا هنتكلم ملفات كتيره جدا، يعني النهارده عندنا ملفات، عندنا موضوع تاجيل، هل المباراه النهائيه هتتاجل، هل مباراه الزمالك هتتاجل، هنتكلم على بعض القرارات يعني. يعني ان شاء الله عندنا ملفات كتيره ان شاء الله نتكلم فيها. طيب باذن الله ان شاء الله. هنسيبكم دلوقتي، هنسيب حضراتكم دلوقتي مع الاستاذ عصام شلتوت الصحفي الكبير طبعا، وكابتن هاني رمزي في اول فقره من فقراتنا. النهارده يوم مهم جدا، هنتكلم في حاجات كتيره جدا تخص النادي الاهلي. اتفضل.
رجعنا مع حضراتكم ومعانا ضيف من العيار الثقيل دايما يعني بينورنا هنا في البيت الكبير وناقد رياضي كبير جدا جدا الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام برحب بيك. اهلا بيك كابتن ومنورنا في طبعاً البيت الكبير بكل جمهور النادي الاهلي وقناه الاهلي وجمهورنا المصري والعربي والا رسول الله طبعا قالوها كل المصريين والعرب وكل الانسانيه كل سنة وانتم طيبين مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين وكل طيب الأمة كبت. الإسلامية بخير وسعادة ومصر دايما في أمن وأمان إن شاء الله أستاذ عصام. الله أكبر. كمان عايز أبارك لك على كمان يعني تايتل ومشوار إن شاء الله جديد وفي المستشار التحريري لموقع القاهرة 24. القاهرة 24. بنقول لك ألف مبروك وتحدي جديد. أنت دايما صاحب التحديات ودايما دايما يعني لما بتشتغل في مكان المكان اولا بيزيد بتجربتك وبيزيد بخبراتك. تكلمنا سريعا عن التجربه ديت. المره دي تجربه هي الحقيقه نسخه يعني مطوره من انتاج شبابي جدا يعني حلو. اول رئيس التحرير زميلنا الاستاذ محمود مملوك لغايه كل الاستاف حاجه كده جميله. الجيل اللي بدا معاك احنا مرحله وهما مرحله زي انت كده لما وانت في المنتخب ودخل عليك النجوم الجدد فبتبقى سعيد بقى صحيح. في فتره من الفترات ان هما اللي بقوا يعني البيج ستار لكن انت بتفضل هاني رمزي صحيح. في وسطهم الافاده الخبره اما بيبقوا كمان هما مقدرين ده بتبقى انت في مرحله سعاده بمرحله صحيح. جديده تشعر ان انت يعني ايه انت استاذ عصام يعني تفيد اي مكان بتشتغل عايز تقول فيه حاجه جديده صحيح. في مكان يستحق الحقيقه ان احنا نقول ان موقع القاهره 24 هيبقى حاجه متميزه. هو متميز اصلا بس احنا دي نسخه مطوره وجودك ان شاء الله كمان انطلاقه جديده ان شاء الله وجودك وخبراتك مع نوفمبر يعني بالتوفيق ان شاء الله في المرحله الجديده. ربنا يوفقك. شكر جدا. قبل ما نتكلم على طبعا النادي الاهلي والنهائي النهارده كان يمكن قرار اللجنه الخماسيه بتمديد القيد من 4 نوفمبر ل 11 نوفمبر. حضرتك تحلل لنا هذا القرار ازاي؟ والله بص لما ساعات بتكون في اللجنة قرارات يعني ما بتصادفش محل من الإعراب بنقول لهم لا هنا ستوب وبنتناقش معاهم وبننتقدهم لكن لما بيبقى في تصور يعني يشجع تصور يمكن وصفه بأنه تصور رائع تصور أنك أنت تعمل خدمة للفرق تشعر الجميع ان انت بالفعل الاب الحقيقي للكوره وعايز افاده للجميع. الموسم كده كده ممتد زينا زي بلاد كتيره حط النهائي الافريقي كمان اللي وصله طرف هو النادي الاهلي وهناك يعني ما يمكن ان يكون اطلاله للزمالك يقترب وبالتالي ما فيش اي مشكله ابدا ان انت تلاقي نفسك موجود في مساحه التغيير والتنوير ولا باس ان ده يحصل. وحضرتك كنت معانا هنا في البيت الكبير ولما القرار ده طلع حتى حضرتك بكل طبعا احترافيه واتكلمنا ان لا ان يعني القرار ده لازم يتعدل بشكل سريع لان مش واتكلمنا حضرتك فاكر قلت مش عشان النادي الاهلي او صحيح. ده كان لمصلحه الانديه كلها لان كان موسم استثنائي وبالتالي في تلاحم المواسم كمان يعني الموسم القادم او خلاص يعني انت بتتكلم في شهر وشويه من النهارده فده كان كمان يعني استجابه لنداء يعني النقاد الرياضيين زي حضرتك اكيد يعني ما حضرتك بالظبط يا كابتن هاني الافاده للجميع. الانديه الكبيره هي دائما ما تنتظر الانديه ما دون يعني نقول المربع الذهبي او الكبار بينتظر ايه اللي هيحصل من تكتيك جديد في قوائمهم للاستفاده بالنجوم وبالتالي دي حقوق اصيله لباقي فرق الدوري سواء الدوري الممتاز اللي دايما بنقول الممتاز والممتاز بيه نفسنا بقى يبقى عندنا البريمير ليج والسكند يعني انت بتاخدني الحته زي العالم يا كابتن هاني بتاخدني في حته ثانيه ربما يكون ده فعل خير ان احنا بناتي بالافعال المناسبه في الوقت المناسب لا باس ان احنا نقول لهم عملتوا حاجه صحيحه تفيد الكبار المشاركين قاريا وتفيد ايضا من ينتظر الاعتماد على اجيال بتطلع الانديه الكبيره من حق باقي الانديه انها تستفيد في ظل محدوديه الاماكن يعني صحيح صحيح. برضو يعني هاخد رايك برضو في موضوع الهبوط بالنسبه للقسم الثاني والثالث لكن خلينا قبل ما نتكلم في النقطه دي عايز اخد راي حضرتك من خلال السوشيال ميديا وبعض الرومرز كده وبعض الاخبار اللي بتيجي من يمكن من الصحف المغربيه او مواقع التواصل الاجتماعي تاجيل مباراه الزمالك والرجاء وكمان تاجيل المباراه النهائيه. تابعت ده ازاي وشايفه بانهي صوره وممكن نوصل لايه يعني؟
الحقيقة هو موسم استثنائي كامل، لكن دخل يعني الفيروس اللعين كورونا، يا رب يا رب ارفعه عن كل الإنسانية وكل البشر. لكن في نفس الأثناء توغل قوي في الكرة، ويعني نتمنى طبعا الشفاء العاجل لأهالينا في الشمال العربي الأفريقي، وفي القلب منه المغرب، وبقت الإصابات كتيرة قوي ومزعجة قوي. الكاف أيضا اتصرف برضو بشكل يضمن لمسابقته الكبارة، عنده وقت، ما عندوش مشكلة مع الوقت، وبالتالي ادى فرصة. الفرصة أيضا متكافئة، يعني إذا كان الرجاء يعاني مع كورونا فالأندية المنافسة الآخرين في مرحلة قبل النهائي كانوا الأربع أندية، الوداد والأهلي والزمالك والرجاء. صحيح. إذا ده يعني جفف دموعه من الكورونا، ده جفف دموعه من الإصابات، طالما الأمر يعني سرى على الجميع ولم يعد يعني مأمول ان انت تنظر له في سكة انه دي افادة لفريق بعينه او لون. صحيح. بعينه تقدر تقول انه ده امر طبيعي جدا انه انت تبقى موافق عليه. ثانيا لابد ان احنا نتعود انه مش بس نبعد نظرية المؤامرة ونفرغ فرقنا ومسؤولينا للاستفادة. والحقيقة يعني مش انا اللي هقول دلوقتي ولا في الجيل ده، حتى الاهلي يعني في الوقت المعاصر اللي عشناه كلنا، مش هنقول على امتداد تاريخه، هو دايما يعزل بين ما هو قرار وما هو عمل وما هو رأي للمؤسسة او قرار اداري، وبالتالي لا تشغل فرقك عن ما هو فني. هنا يكون القرار انك تستجيب ل صاحب الشغلانه، للكاف، للاتحاد الافريقي، زي بالظبط لما بتبقى مستعد تسمع كلام لكن كلام معلوم من اتحاد الكره في بلدك، في اللي هو الاتحاد الاهلي يعني. صحيح. وبالتالي لا غضاضه من ده يحصل يعني، هي مش غضاضه، لكن يعني خلينا نتكلم. يمكن اخر الاخبار بيقول يعني اخر حاجه ما ورد انه احتمال كبير يكون مباراه الزمالك هتبقى بدل 1 نوفمبر هتبقى 3، ويتاجل النهائي ليوم 9 نوفمبر. طيب عندنا مشكلة من ناحية الأجندة الدولية، حضرتك عارف أن من يوم 9 نوفمبر من 9 ل 17 في الأجندة الدولية، فبالتالي هل هيكون هذا التعديل يحرم حتى لعيبة النادي الأهلي والزمالك، لو الزمالك إن شاء الله يوصل النهائي، من لعيبة الدوليين يعني فرجاني ساسي، بنتكلم على أجايب، بنتكلم على علي معلول، لأن يوم 9 لازم هؤلاء اللاعبين على المستوى الدولي يكونوا موجودين في فرقهم. شوف لا بأس إنه أنت تطرح ده كإعلام، مش بس إعلام الأندية المشاركة، إعلام تنويري زي ما بنقول. فربما الكاف ياخد بقرار آخر وينتظر المباريات الدولية في التصفيات القارية ويلعب النهائي بعدها، إيه المشكلة يعني؟ المواسم كده كده ممتد، وده كلام برضو يعني لقناة النادي الأهلي وفي وجود حضرتك يدرس الان بالمناسبه، اللي هو الترحيل ل 19 نوفمبر 19 او 20 حتى بالزبط. يوم 19 لو فكرنا فيه ان اخر مباراه في الاجنده الدوليه يوم 17، وبالتالي كمان لازم يعملوا حسابهم ان في بعض اللعيبه بتلعب، ممكن يديك 48 ساعه بالظبط يعني، ممكن على 20 21 يكون الافضل 20 يعني. ما انا بقول لحضرتك بتدرس ان يوم 19 يبقى الديدلاين لكل الفرق لعبت، ينظر بقى في الامر وقتها انه هل المغرب ومصر اللي هم هيتشكل منهم النهائي فرقهم لعبت اخر ماتش 17، خلاص يدي لك 3 ايام وتلعب، تلعب 21 ما عندهمش مشكله. ما هو بقيه الحكايه عنده برضه، لو عايز يبدا اي اجراءات جديده للاتحاد الافريقي هيبداها حيث انتهى من الموسم الممتد الطويل، لانه فعلا الناس بتحاول تتواكب مع اللي انت قلته من بدري هنا طبعاً. الظروف الاستثنائيه دي كمان بتحتاج استجابة استثنائية. حقيقي. وقرار استثنائي، عشان كده محدش ملاحظ انه لا ضجيج اصلا من اتجاه النادي الاهلي، لا اصوات، لا فرز للكلام بتاع الكاف. انت تنتظر لترتب اجندتك، وبيتعامل برضو النادي الاهلي بمنطق انه لديه في اجهزته الفنية والادارية ما هو احتراف حقيقي، بمعنى وانت بقى هنا اللي هتأكد او تقول لي لا دي بعيدة شوية، اللي هي فكرة كتاب الكرة تجيب الفهرس، عايز ألعب بعد يومين مكتوبة في صفحة كذا. صحيح. عايز ألعب بعد 3 أيام مكتوبة في صفحة. لا دايما النادي الأهلي بيتعامل كمان، هو لو لغاية ما فيش طبعا قرار رسمي، يعني النادي الأهلي المباراة بالنسبة له المباراة النهائية يوم 6 يعني. أيوة. بيتعامل بهذا المنطلق إلى أن والله. أيوة. المباراة اتأجلت، بيكون في برنامج يتحط بشكل احترافي على حسب ميعاد إمتى، لأن كمان مش هيبقى عندك مشكله، لكن في جزئيه معينه فنيه ان لو المباراه اتاجلت مثلا ليوم 21 نوفمبر، النادي الاهلي اخر مباراه على المستوى المحلي يوم 31 للسبت القادم، فبالتالي. صحيح. عندك
تقريبا 20 يوم طويل طويل. 20 يوم بدون مباريات الا اللعيبه الدوليه، الا اللعيبه على المستوى المنتخبات. والحمد لله النادي الاهلي اكيد في عدد كبير وحاجه لحضرتك لقائمه المنتخب، لكن زي ما بقول لك يعني النادي الاهلي بيشتغل من دلوقتي ان المباراه يوم 6. هو ده التميز الاحترافي، ان حضرتك اصلا رغم آلة الاداريه تسير زي ما قلنا 100% واقرب للكمال، لكنها مش بمعزل عن الشراكه الفنيه. يعني مزبوط. وانت تعمل على مواعيد بتستقبلها بتخطر فورا القطاع أكيد. الفني على طول، يعني التبادل بيحصل بقى في التعديل بالزبط. برنامج الاعداد، احنا ممكن حضرتك تكون يا كابتن سيد هتبلغ الراجل المدير الفني السيد موسيماني، هتبلغه ان لغايه دلوقتي ما لدينا هو لغايه 9، ما لدينا بقى 15، ما لدينا بقى 17. الآلة الإدارية تعمل وبيخطروا على طول الجزء والجانب الفني عشان يقول جاهز في كل المواعيد المتاحة دي، لأنه ما هو هو في حل تاني؟ مفيش أصلا. طبعا يعني الأمور بتبقى زي ما أنت قلت هي أمور استثنائية، وبالتالي عادة النادي الأهلي أنه دايما بيستجيب للمصلحة العامة مش مصلحته هو بس. صحيح، ما لم يكن هناك من يضر بالنادي الأهلي وقتها الحقيقة يعني، وحضرتك عشت ده طبعا. يعني الى درجه المنع لا يقترب احد من الاسوار الحمراء بسوء، وده مش تميز، دي احترافيه عاليه جدا بتثبت انه هو ده الدائم النجاح. صحيح. ولينا مواقف كتير قوي اخرها حتى في الموسم الاستثنائي ما بين اللي فكر يعني في خلع مبكر، اللي قلق للاهلي يكون ممكن ما يكسبش بطولات، الاهلي مش وقته ده. لا، انت كده ما تعرفش النادي الاهلي حقيقه، يعني مش بس على مستوى حصد والبطولات وانه يعني العجله تسير بمنطق علمي وفني، لكن كمان على مستوى خبرتك انت مع النادي الاهلي، خبرتك كاداري، خبرتك كاعلام، خبرتك كلاعب، لازم تبقى عارف كويس قوي ان الاهلي ما بيعبرش اي ما يمكن ان يسمى موانع بالصدفه، ولا بجرأة البطل وخلاص زي نجم السينما يعني ووحش الشاشه وكذا، لا، كلها بمنطق الأخذ بالأسباب، أو نقول عليها في الاحتراف بالعلم. ده صحيح، أيدك تأييد كامل. ولو اتكلمنا على الكاف، أخذ رأي حضرتك في طبعا أحمد تقدم بورق أوراق ترشيحه للولاية الثانية. طبعا هو ما عندوش حل تاني الراجل عامل بالظبط زي اللي قاعد يعني في جلسه فيها مسابقه او لعب كوتشينه، ده بيرمي كارت وده بيرمي كارت، هو عارف انه لديه اثنين منافسين صحيح في صمت اذا كان هانا بريده او فوزي لقجع، فقال لك لا خلاص بقى انا يعني القي بكلمه الافتتاح واقول لهم انا نازل الانتخابات، وبالتالي يشوف مين فيهم كان عنده يعني رؤيه مش بس قدره على اتخاذ القرار، لان برضه محدش فيهم اعلن، لكن تسريبات زي تسريبات ما بيقولوا بالظبط، دايما يقولوا اني اقرب للترشح، فوزي لقشع دخل على الخط، اصل هي هتبقى على هامش الكونجرس في الدار البيضاء في مارس من العام المقبل ان شاء الله، فالراجل قال انا هريح واستريح او اريح واستريح، والقى بكلمه الافتتاح ان هو قادم لا محاله. هو في كل الاحوال يعني عشان ما نلخبطش الجمهور معانا، هي اللعبه كلها انفنتينو عايزه ولا لا، يعني عايز رئيس الاتحاد ولا لا، رئيس الاتحاد الدولي عايزه ولا لا، لانه كده راح مديله واحده تسريبات كورونا انه ممكن ما يجيش الفاينل، ودي طبعا يعني تقلل الرجل وليست البطوله ولا القاره. هذا تصريح قاله احمد مكتبه الاعلامي انه السيد انفنتينو يعني في اختبار كورونا قد لا ياتي للنهائي التشامبيونز ليج يعني، ودي طبعا لوحدها بتخليك تشعر بضعف يعني. فلح يقدم اوراق النهارده، يقدم وقال له انا موجود، عايز تيجي اهلا وسهلا، مش عايز انا قدمت رسمي خلاص، اهلا وسهلا. هي اللعبه كلها يعرف هو لديه كم يعني صوت من الاصوات في قارتنا السمراء، وفي نفس الوقت التقالات ابو ريده ولقشع وغيرهم كل واحد فيهم، انت طبعا حضرتك عارف، بس نقول لجمهورنا العظيم ان كل منهم يمثل منطقه، لا يمثل هذا الرجل المغرب ولا يمثل ذاك الرجل مصر، هم بيمثلوا مناطق، بس بتبقى شرف لينا العربي المصري انا بريده عن الزون كذا، العربي المغربي فوزي لقشع عن الزون كذا، بتبقى مشرفه انه حد من البلد دي بينال ثقه
مجموعه افريقيه، وبالتالي هو كمان عايز يعرف مين منهم عنده ملاءه، انفنتينو بقى مش احمد احمد. اه طبيعي. عايز يعرف مين من الرجاله دي اللي يقدر لما نقول يلا انتخابات بقى فيفا يقدر يبقى معاه مزبوط. كتله اصوات. مظبوط. طبعا بالنسبه طبعا لكمان عمليه الثقه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هل تعود الثقه مره ثانيه او في خلال الايام او الموسم اللي جاي ما بين اتحاد الكره والانديه؟ والنهارده كان في اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية لتحديد شكل أو يعني موسم جديد إن شاء الله يكون قريب. الخطوة دي حضرتك شايفها إزاي؟ اتأخرت، اتقدمت، يعني شايف الموضوع ده إزاي؟ اتأخرت جدا لكن لا جدوى منها. كنت أأمل إنه يبقى في مشروع مطروح من اللجنة الفنية. الحقيقة لدينا مدير فني أكثر من رائع في مسألة تكوين الأوراق أو عمل الملفات التي تطرح للنقاش لدراسة ما، اللي عايز يعني يستفيد يجي ياخدها لو عايز ينفذ، بينما الدور الحقيقي أنه مع وضع هذه الأوراق التنفيذ، والتنفيذ يملكه مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أو اللجنة المعينة. أضاعت من الوقت الكثير. صحيح. وبالتالي لا جدوى غير أن هي فكرة أنا بصالحك، يلا شلتوتي يجيب هاني رمزي والآخرين ويلا يا جماعة نتفق. نتفق على إيه؟ يفترض إن أنت عندك شكل مسابقات تريد أن تفرضه. مشبوط. ثم بجلسة مع المدراء الفنيين يقودها المدير الفني نتكلم بقى في الحكاية. كابتن محمود سعد راجل على علم وخبرة في نفس الوقت، يعني في بلان وخطة مطروحة بالزبط. من قبل الجهة الفنية لاتحاد الكورة بتكون موجودة، والطبيعي ان هو بعد الخطة دي موجودة. طب تعالوا بقى يا أندية، تعالى انا عندي بقى كذا كذا، نبدأ بالزبط. نتناقش فيه. ما قعدوا يكلموا في ايه؟ اتكلموا انت رأيك ايه، تحب تشرب ايه، طب تحب تسمع ازاي، طب سكر زيادة، يعني مش قصدي يعني لا يعني مفيش يعني تحب دي اللي اقصدها على الكورة. آه يعني يا ترى تحبوا 30 لاعب، طب تحبوا المسابقات مش عارف ايه، طب تحبوا الجدول، يبقى طب انا احب الجدول يبقى 16، واحب دوري الدرجة التانية زي في بلادي زي كل العالم يعني. وعلى فكرة هذا الاكثر ربحية والاكثر اقتصادية والاكثر قدرة على نقلة كبيرة قوي للكرة المصرية. زعلت لما لقيت الموضوع الهبوط اتلغى في الممتاز به، وزعلت اكتر لما لقيت بدل ما كان حضرتك بتنادي واحنا بقالنا فترة طويلة نفسنا يبقى الممتاز به دوت صورة من الممتاز الف طبعاً. بعدد الاندية، اتضايقت من الموضوع ده وحسيت ان تاني بدأت شوية العشوائية في الأداء الخططي للاتحاد الكرة. شوف، أملنا أن يأتي اتحاد منتخب نستطيع أن نحاسبه، وإحنا كإعلام أولا قبل حتى أصحاب الأصوات وقبل جمعياته العمومية نضع مشروع واضح. أولا مفيش حد يعني يقدر يقول أن أنت محتاج تقعد عشان تفكر في لوائح، أنت محتاج تترجم لوائح، خلصنا من دي. شكل المسابقات لازم تنقل مسابقات العالم اللي انت هتنافسه عشان تروح كاس العالم للبلاد دائما وكاس العالم للانديه دائما، لابد ان انت تبقى شبه الناس. وعشان كمان يا استاذ عصام انك تعمل فاليو وتعمل قيمه تسويقيه، ما هو ده انت مش هتقدر تعمل قيمه تسويقيه كبيره للدوري الممتاز الف غير لما يكون عندك قاعده اللي هو الممتاز بيه. لازم انا برضو معترض على الف دي، ولو ان زي ما حضرتك قلت يعني تقدر تزعل، انما فرحتك برضو اللي عارف زي ايه رب ضاره نافعه. ازاي لا يمكن ابدا ان تسقط الترسانه والاولمبي الى غياهب كره القدم في الدرجه الثالثه، ومش عيب، لكن ده ممكن يبقى تصحيح مسار للاستثمار يا كابتن هاني، الاستثمار اللي بقى في المطلق، الاستثمار اللي اول شعار فيه ان هذه الانديه هي ما يمكن ان يستثمر فيها وان يستثمر معها، مش تقول لي اعمل فريق جديد والا. يعني انت حضرتك مع الانفستور يعني المستثمر يستثمر في هذه الانديه الشعبيه، اولمبي، ترسانه، غزل المحله. مؤكد يجيبوا لنا نسخه، والحمد لله ده احنا عندنا فيما هو عرقنا احنا العربي مستثمرين شيء رائع نفخر بيهم، منتشرين في اوروبا. شفناش حد منهم اشترى نادي لوحده لعيبه وعمل نادي، لا اشترى نادي، هذا النادي يمثل منطقه، هذه المنطقه فيها الزبون اللي هو الجمهور اللي هو هيشتري كل ما هو سوفونير. انا بكررها فخايف بس ابقى بضيع وقت الناس اللي هيستثمر وهيشتري. مصر بقى عملت نسخه احترافيه في البث التلفزيوني، الا وهي مشروع تذكرتي والحجز اونلاين، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان تذيع للمواطن
حقه في 90 دقيقة عبر تلفزيون الدولة. حضرتك كنت في ألمانيا وعارف مزبوط. إنه ده ما ينفعش بايرن ميونخ يشتري هذه يعني المحطات المارقة، لأن ما بيبقوش إلا في بلادنا. صحيح. هناك هيشتري يعني إيه فوضى، لكن بيبيع لقناة فضائية عشان تاخد بقى تجيب هاني رمزي قبل 90 دقيقة، تخش أوض اللبس، تعمل حوارات خاصة، تاخد الميكسد زون، تحط إعلانات براحتها خالص، وهتدفع قد اللي بيدفع ده 4-5 مرات. لكن تبقى 90 دقيقة حق أصيل للمواطن. أوروبا كلها لسه بيدفعوا الضريبة اللي كانت موجودة في مصر، اللي هي 2 جنيه للتلفزيون، اللي هو بيها تتفرج على الكابل، تتفرج على 90 دقيقة. ثم يأتي بقى ما هو تجاري، هذه يعني الرؤية بتقول أن الدوري المصري يعرض في أول تطويره يا كابتن هاني مش أقل من 1 مليار جنيه حقيقة يعني. وجربناها اهو، طلعت الحقوق، ارضي ما حدش له عندك حاجه، فضائي محطه واحده هي كمان كذبت، ما كذبتش مش موضوعنا، لان ده محتكر، ده ما هوش نموذج. حضرتك رابط كل دوت باتحاد كره جديد طبعا، وهتدخلنا في منطقه ان هو اللجنه الخماسيه قاعده لغايه امتى. ده للاسف كانت جايه لكده، اللجنه الخماسيه اخر كلام يعني عايز فصل الخطاب، لابد ان تعلن في 15 نوفمبر المقبل عن فتح باب الانتخابات. يوم 15 نوفمبر فتح باب الانتخابات، ده ميعاد اخر دعوة لجمعية عمومية لعملية الانتخابات، لكن من التاريخ ده يبقى اللجنة الخماسية او احنا هننتظر لغاية اول ديسمبر 45 يوم يعني. لا هو المفروض 15 انا فاهم قصد حضرتك، 15 لاستكمال نوفمبر بالزبط. ثم 30 يوم يبقى ديسمبر بالزبط. اتصور انه الفيفا في الخطابات اللي هي مسكوت عنها دي، لان الصياغ في اخر خطابين تقيله قوي عليهم الحقيقه يعني، وصعبه قوي يعني. اللي هو يوم 30 كله يسلم الاقلام اللي معاه والبادجات، ونشوف الحسابات ماشيه ازاي، وحفل شاي مع اتحاد منتخب. فمع اتحاد منتخب هذا يعني يا كابتن هاني ان هم قالوا لهم ال 45 يوم دول ما هماش شيء سماوي، هو حاجه الفيفا هو من وضع هذه اللوائح ونقلتها عنه الاتحادات، ومن ثم يقدر هو يتغافل عنها في وضع استثنائي اسمه لجنه مش اتحاد منتخب. في وضع استثنائي يعني يقول لهم عندك 15 يوم تجرى بعدها الانتخابات، مش لازم 45 يوم. يعني ده ما اعلمه او دي التسريبات اللي عندي، مش لازم يبقى اكون 45 كامله خالص. بعد الاعلان يوم خالص. 15 مش لازم بالظبط، يقعد 45 مش حاجه شرعيه، حاجه في ايد الفيفا. يعني هو بيديله فرصه بالزبط. قادر قبليها باسبوعين ثلاثه. انا بقول لك عندك تعلن في 15، لانه كان المفروض تعلن في 6 وتعلن قبليها بكذا. انا برضو مش هقعدك يعني، مش هقعدك بعد 30، هي كده بقى الليله يا عمده. لا هو في جميع الاحوال اعتقد هي الظروف، يعني مش الظروف لكن هي اللجنه الخماسيه اتاخرت شويه في بعض الترتيبات الملفات صحيح. لكن خلاص يعني في ديدلاين يوم 15 نوفمبر هيتعلن اكيد. صحيح، ما هو كان مكان، لكن زي ما حضرتك قلت، لا لازم لما بيقولوا حاجه مفهومه، حاجه الحقيقه تعد يعني كنا ننتظر، لازم نقول لهم عملتوا حاجه يعني. ما فيش لوحه سودا دايما طول الوقت. هم بصراحه في يعني عملوا خطوات ايجابيه جدا. الفار ده كان تحدي بالنسبه لهم بالزبط. رجع استكمال حتى المسابقه بشكلها النهائي لا باس به يعني. المشكله انهم كانوا بيستنوا باور الدوله، لكن هم مش عارفين ليه ان الباور اساسا باورهم، هم باور ان هو عنده كل حقوق الملكيه، باور ان هو اللي يقدر يقول، وده في كل العالم مش في مصر بس. وعلى فكره ضمن المنظومه اللي ابدا انفنتينو اعجابه بمصر، ورئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه السيد باخ اعجابه بهذا الوطن، خاصه في عنوان مصر الجديده طبعا معروف 30 يونيو 2013 وانت جاي كده بقى هنا نسخه دوليه مش شبه الدوليه. هاي. اعجبهم ان مصر تحترم المواثيق، عدلت قانون الرياضه ايام اللجنه الثلاثيه اللي كان بيقودها طبعا الدكتور حسن مصطفى، ومن ثم لا الناس دي بصلنا بصه كبيره قوي، نحن نحترم المواثيق. مين قال لك ان الدوله هتقول لك اه ولا لا؟ على فكره استنزفوا وقت طويل وهم اصدقائنا يعني انا وانت يعني، انه مستني يكون حد هيقول له حاجه، محدش قال له حاجه. لأنه في الآخر أنت جاي تدير، أنت ممكن جدا تستبق وتقول طبعًا، ومش هيلاقي اعتراض طبعًا، ممكن وتلاقي جداً اعتراض ليه؟ أنت تعم يعني بتقدم لمصر خدمات جليلة، أنك بتخلي منحة مهم صناعة أمن قومي يا كابتن هاني، وصناعة بهجة
هي الرياضة وفي القلب منها كرة القدم. وكلنا شفنا قد إيه كان قرار رائع، وإن هذا القرار أفاد الأهلي والزمالك على حد سواء، إن هم ظهروا بهذا المستوى الجيد في الشامبيونز ليج في نصف النهائي. أيوة. وكلنا بنرجع لذاكرة كده شهرين ثلاثة، وقد إيه كان في حرب على عودة الدوري، لكن اتضح إن فعلا الدولة بتاخد القرار السليم، وكمان هذا القرار عاد بالفايده الكبيره طبعا على الانديه الثلاثه. خلينا نتكلم حتى الكونفدراليه والبيراميدز وصل للمباراه النهائيه. صحيح. لكن انت ليه انتظرت الدوله؟ يا ريتك سالتها مبكرا زي كده في البطوله 2019 الكان، لما الدوله حطت ايدها في ظهر البطوله. طب يا عم كنت اسالها بدري، انت ليه فاهم انه في حد هيقول لك لا وملهاش ملهاش لازمه؟ البلد ماشيه يوميا، عندها اجندتها، عندها افتتاحات، عندها مدن، يا سيدي قدر المستطاع. لكن في كل مناحي الحياه الدنيا ماشيه، انت ليه حتى بتخلي اللي بيبص يفكر ان الموضوع ده بجد، مع انه مش بجد ولا حاجه؟ والدليل اهو حضرتك قلت انتخابات، قفلت الباب على صباعك، صباعك انت هو اللي زرق ووجعك، وبالتالي عدت تاني لنفس التفاصيل، محدش قال لك اي حاجه خالص. ده حقيقي، ده حقيقي. نطلع من التفاصيل اللجنه الخماسيه ونخش على تفاصيل النادي الاهلي. حضرتك متخيل مباراه يوم السبت ازاي؟ من الشكل، من فترات طويله النادي الاهلي ما استلمش درع الدوري في الملعب. شايفها ازاي؟ شايف مباراه طلاع الجيش ازاي؟ مش هقول احتفاليه، لكن اخر مباراه في نهايه دوري طويل ودوري استثنائي ومن اصعب الدوريات على مر التاريخ. طبعا بس هو طبعا صدر القرار اللي بعتبره قرار يكمل المنظومه الاحترافيه، لا احتفالات ولا وقت لاي شيء غير استكمال الموسم. طبعا الأميرة السمراء التاسعة يا أهلي، بطولتك يا مؤمن يا زكريا، ودي عظمة لوحديها. أيه. لما اللعيبة مع كل لعبة حلوة بيفتكروا مؤمن. مزبوط. واسمح لي يعني، وأي كل جون بيجي بيقدوا له تحيته اللي بيحبها، وبالتالي لا أغلق باب الاحتفال والاحتفاء بالدرع، مش بس لتكرار وجوده رغم صعوبة الموسم، لكن لأن المهمة لم تنتهي بعد. لا أنا أقصد مش الاحتفالية، احتفالات اللعيبة والجهاز الفني، لا أنا بتكلم على الشكل، شكل الملاعب. إحنا دايما بنشوف في أوروبا. طبعا أتمنى، هي دي أتمنى اللي طبعا يعني بتكلم حضرتك عليها، يعني اللي هي شكل إن شاء الله بعد نهاية مباراة طلع الجيش، الشكل العام ونفسنا في التنظيم اللي بنشوفه في البريمير ليج. يعني أتصور يا كابتن إنه يعني ده الخمسة من خمسة في اللجنة يعني كلهم من هواة التحديث يعني. صحيح. والحداثة، ولكل منهم حتى صور فوتوغرافيا في حول العالم، ربنا يعني موفقهم في بوزيشناتهم حتى العملية بالسفر والتجوال وكذا. شاف 100 ممر شرفي، وشاف 100 احتفال بتسليم درع، مراسم زي ما بنسميها. بالزبط. بقى باللغه الاحترافيه. نفسنا كده عربيه لو جابوها حتى محل اطفال تشيل الكره وتمشي بيها، نفسنا في حاله مصر تستحقها، وجهودهم برضو الحقيقه يستحقها هم نفسهم. هو حتى ده يعني ده كمان عائد على شكل اللجنه الخماسيه نهايه الدوري. ده مش احتفاليه للنادي الاهلي بس، لا ده احتفاليه نهايه الموسم ليهم هم، موسمهم هم. انا اتصور انه بدل ما يقعد هاني وعصام وعلي ومحمود وسعيد يقعدوا يفكروا ونجيب بلالين، يا عم هات نسخه وهات الصور بتاعتها وهات السيديهات بتاعتها زي ما مدربين الكوره بيعملوا. عايز يلعب فرقه بيروح جايب سيدايتين ثلاثه ويتفرج. واحنا عندنا ابداع كمان وروح عامل ده كمان. احنا ممكن كمان، انت حضرتك عارف ان احنا لو حبينا نبدع باشكال مختلفه كمان عن اللي بنشوفه بشكل افضل لا باس يعني. لا انا بتكلم على الاطار العام. يعني طبعا. لكن انت تعالى بقى، مين اللي نفذ تذكرتي؟ شركه وطنيه. طبعا. مش بس مصريه، لا شركه يعني اقصد راسماليه وطنيه. مين اللي باع واشترى؟ بريزنتيشن. مين كذا؟ المتحدة الوطنية للإعلام. يا أخي إيه الجمال ده؟ وإيه اللي كان حاصل ده؟ بناوير في الاستاد حضرتك شفتها وانت محترف، اتعملت وبقى فيه أكل من أول طبق الكشري للمواطن لغاية اللي عنده ملاقى. يا سيدي أهلا بيه في صالون فاخر، الدنيا كلها كده. إذن التنفيذ ده سهل. أنا أقصد إن ما قبل الإبداع المصري اللي بيطلع زي ما شفنا في كأس العالم لليد او مونديال اليد، زي ما شفنا القرعه العظيم، وقبلها طبعا قرعه بطوله الامم وقرعه المنتخبات الاولمبيه. بنحب بنعمل حاجه الابهار اللي في العالم ده بايدي مصريه. انا بس اقصد هات المراسم من الكتاب، انا معاك، واطلق يد المصريين بس. بالزبط. سيبهم يشتغلوا، ما تجيبش هاني وعصام وعلي يقولوا لهم انفخ البلالين يا حسن.
بصراحه كده. لا احنا لما بيكون في قد تحدي وعندنا زي ما انت بتتكلم دايما على الشباب، الشباب عنده فيجن وعنده ابتكارات ودلوقتي عنده تصورات كبيره جدا، وانا متاكد ان من خلال كمان خبرات اللي حضرتك بتتكلم عليها، خبرات ان احنا ازاي عملنا القرعه بتاعت حتى مباراه البطوله الافريقيه على سفح الهرم وقد ايه الابداع فيها، عندنا خبره وعندنا حاجات كويسه. ان شاء الله انا مستني ان شاء الله يوم السبت باذن الله شكل حلو لنهايه موسم صعب. يعني اتصور ان صديقنا عمرو الجنايني، يعني نتفق ونختلف معاه يعني، وفضل والمجموعه هيقدموا حاجه تليق بموسم صعب وتليق باشخاصهم الحقيقي وتليق بارتباطهم انهم مصريين وقادوا الاتحاد المصري. ده حقيقي. طيب ده على المستوى التنظيمي، شايف مباراه ازاي على المستوى الفني؟ هل يدفع موسيماني ب بعض اللعيبه الناشئين ويستبعد نهائيا من ان شاء الله يعني اللي بيفكر فيهم في المباراه النهائيه، او هيعمل ميكس ما بين الاثنين؟ يعني شايف المباراه فنيا ازاي؟ هو هيستكمل القائمه، والقائمه بالنسبه لموسيماني حسب ما تابعت هي اصلا دايما عندي راي يعني ان الكبار في كل العالم ما عندهمش ما يسمى بدكه بدلاء، لا عندهم رصيد في بنك الاحتياط، يعني انت معاك الفلوس اللي بتصرف منها اللي هم ال11 وعندك رصيد في بنك الاحتياط تقدر في ثانيه، واعتبر اللوحه دي اللي هي الفيزا بتاعتك بتعمل كده تجيب رصيد اخر للملعب، وبالتالي انا بتصور انه هيدي ايه باقي الرصيد، هيطلع باقي الرصيد في الملعب، وهتلاقي العربي بدر قريب، هتلاقي الشباب اللي هو خرجهم في ست واداهم الطموح ده في المران معاه، يمكن العربي عشان يعني العربي اسمه اتدرج معايا كتير ولعب وطبعا وشادي رضوان، اتصور انه هيعمل الميكس ده علشان يقول للعيبه مش انا عايزك تلعب، لا انتوا النادي الاهلي انتوا اللي هتكملوا، لان اللي موجود ده دلوقتي عنده مهمه كمان 5 ايام، فانا لازم اريحه مش لازم اشيله هو للعوزه، لا الكبار مش كده وحضرتك عارف. هو هيستكمل باقي قائمته بالطموح الجديد اللي هم الخماسي الشاب اللي موجودين معاه دايما في المران، ومش هيروح بعيد الراجل ده، واحده من ميزاته زيه زي كل المدربين العالميين، والحقيقه لازم نقول ان هو يستحق ان احنا نقول ده. عجبك في موسيماني لما شفت كده؟ قول لي نقطتين ثلاثه على المستوى، على مستوى الكاركتر، على مستوى الشخصيه، وعلى المستوى الفني قلت لا احنا عندنا مدرب محترم. على مستوى الكاركتر ان هو قريب من اللعيبه، ودي شفتها مع مدربين عالميين كتير، ما بيدربوش ويمشوا، ما بيدربوش ويقولوا اللعيبه خلاص عملت حاجه كويسه ويتكلم في المؤتمر، عامل مساحه بعد، ودي ملهاش دعوه بانك دايما صارم ومحترم وحضرتك عارف يعني. لكن في مدرب اللي بينزل مع اللاعب عشان ياخده ويطلع فنيا، يعني بينزل معاه في الاوضه لابتسامته ولدمعته، واللي هو ياخدك وانت مضيع كوره مكسره وخربه الدنيا ويقول لك في ايه انت هتكسبني الماتش الجاي، اللي هو لسه يورجن كلوب يعني بالظبط يورجن كلوب، واللي هم اصحابه الفرقه اصحابه، واللي هو كلامه حتى معاه من خطه ان مش هنجيب جون تاني، ايه هو خلاص كده خلصنا وبعدين يعني ما ينفعش، لا 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 يعني يبقى مش بيقول لكم ما بتعرفوش تلعبوا، انت تقدر ترجم كلامي لجمهورك يعني لا 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 لا، ويروح يقعد تلاقي الفرقه سخنت غلت وسخنت، ما هواش جاي يعمل خبير اكتواري، مش عامل زي افلامنا بتاعت الابيض الاسود زمان، الجراح في الحادثه ويعمل كده مشرط يعمل كده جفت والبتاع وحد لا لا، هو في وسط مجموعته هكذا، هو الجيش المقاتل يعني، والتشبيه يليق طبعا، لانه هو ما فيش حرب بتكسب الا والجنرال في المقدمه. تعيشت مع الكابتن جوهر يعني يضحك ويعمل وبعد ما تمشي قدام روح رامي علبه سجاير في الارض بيلغزه منك، بس مش هيقدر يزعلك، مش هيقدر الا ان هو يسمع منك وما يستهترش بكلامك وبتفاصيله، حتى لو بتكلمه عن تسريحه شعرك، لا الراجل عامل الخليط ده. ثانيا بقى، ولو انها ثانيا لكنها الاهم، هذا الرجل لف الدنيا ورا الكوره، راح اكاديميات سانتانا ده عرفته لما جه هنا، اشتغل على نفسه في معايشات، انا اسف يعني مش لايبزج والحاجات اللي اتلغت دي اللي هي موجوده بس خلاص ما بقتش دي يعني الكريمه مش الطب يعني بالظبط، لافف ورا كل ده بيستناش على العلم، وبالتالي بقى عامل زي الجراحين الكبار اللي هو طول الوقت بيحضر سيمينارات ومؤتمرات والمتابعات والاحدث ثم الاحدث، وبالتالي هذا الخليط مش كتير تلاقيه. يعني انت لما جيت تقول لي قلت لي نموذج يورجن كلوب صح؟
ما قلناش الكاركتر في مع التعامل مع اللعيبه بالظبط يعني. ما قلتليش بقى الناس اللي هي بتقف كده يعني مش اولد فاشن ولا حاجه، اللي هم الجامدين قوي اللي بيكسبوا اي حد، اللي هم طبعا زائع الصيت. هذا هو الخليط بين الانسانيه وكسب ثقه اللعيبه، وفي نفس الوقت عندك احدث موديل من التدريب لا تتنازل عنه. تفتكر يعني هو اتاثر كتير ب روبرتو باريرا؟ طبعا اشتغل معاه، اتاثر وهو الكره البرازيليه قال في تجربته وانا دايما بشبه الراجل ده، ربنا يديله صاحب الكابتن جواري رحمه الله. الكابتن جواري في واحده من حكاياته ان كرامر عدل له مساره، عدل الكابتن جوهر طبعا المصار. بدأها انه الكابتن صالح سليم رحمه الله لما الكابتن الله يرحمه جاله الغضروف او الرباط ده وما كانش معروف، بطل بدري، فقال له انت تبقى مدرب كويس. اشتغل مدرب، راح اشتغل مع كرامر سنه 70 في السعوديه. بيقول الله يرحمه كنا في الاردن، كنت رحت الاي ار تي شويه، المحطه الرائعه اللي كانت حاجه تشرف وقتها، مش الناس المحتكره بشكل مصاص الدماء يعني، وده للامانه برضه. قال لي ان الراجل وانا بقول له اجازه، قال لي اجازه ازاي؟ امال المانيا فين؟ والبرازيل فين؟ انت جود كوتش في الفيوتشر وكذا. بدا يبعته مدارس، كابتن محسن صالح عنده النسخه دي على فكره من مستر كوتي، واساله حضرتك برضه. بدا يروح المدارس دي، مدارس المتابعه الدائمه لاحدث تكتيك، واللي انت بتختار فيها عايز تحضر فتره اعداد اولى ولا ثانيه، عايز تحضر المنافسه، ولا وانت بتهرب من القاع، عايز فوست السيزون وقبل السيزون ولا في اخره، بتسميها لهم لدرجه انك توصل انك تبقى مدير فني مانشستر يونايتد بس سايلنت، يعني بيوصلوك في الدراسات زي ما عرفت يعني. الرجل خد التجارب دي فتاثر جدا بالخلط بتاع كارلوس البرتو بيريرا، واللي انا فاكر كويس انه اتفق مع اتحاد بلاده ان عشان نفوز لازم هذا الابداع البرازيلي يلعب بطريقه اوروبيه. وحضرتك افتكر الفريق في 94 بقى فيه دونجا بيدي ببيته بالدماغ في صدره عشان يرجع يقف في الحيطه، وبقى فيه تاكلينج، وبقى فيه غير 82 الكره الحلوه بقى، غير الكره الحلوه بقى، ورقصني يا جدع، هو يجيب اربع تجوان بس يخش في اسد، ايوه، او يجيب اربع تجوان وبعدين نتغلب فجاه بالظبط. الراجل سانتانا ده في الموسم اللي ايطاليا كسبت 3-2 وكان ماتش في رمضان انا فاكر، من يعني من قصاصات الصحف وقتها، كنا بنحب الكوره ونتفرج ونقرا، كان استاذ نجيب مستجاب ترجم حاجه ان الراجل قال لهم لن تكسبونا وانا مستعد العب بخمسه من المدرجات وسته من فريق الاطلاينا واكسبكم، بس بعد ايه بقى؟ فات الميعاد يا حبيبي. اطلاينا لعبوا الجيم اللي يعرفوا يكسبوا بيه باولو روسي، وكان خارج اصلا من السجن لانه كان محبوس في واقعه فساد على المراهنات وقصه كده يعني. وبالتالي موسيماني للي عايز يبحث وراه هو من المدرسه دي. ولقطه وحيده بالنسبه لي، وحد قال ان في لقطه تانية برضه، حد مهتم من الشباب اللي بشتغل معاهم، مش حكايات بيشتغلوا معايا، شوفوا في الاوضه يا كابتن هاني بعد الماتش. ده حقيقي، انا عارف اللقطه ديت، انا شفت اللقطه ديت، ومن خلال متابعتي برضو للفريق هو متزن جدا. ايوه ده شيء مهم. والجزء الثاني ان في حتى في خلال المباراه، وده انا لاحظته وبكرره دايما، انك حتى كسبان 3 للوداد في مباراه القاهره هنا ما زال عنده وش الجديه، بيقول لمحمد هاني العب السهل، يعني عايز يوصل رساله كمان للعيبه، لا احنا هو ده سيستمنا، وده اللي اعتقد ان هو دي مدرسة مهمة جدا، انك جداً في جميع الاحوال ايا كانت الظروف انت بتلعب كرتك بشكل جدي جدا، بتركيز عالي جدا، يعني كل لعيب عارف بالظبط مهام مركزه بشكل كبير، ولو اللي هيخرج عن النظام لا يبقى هنا هيكون في وقفه، ومعاها ايه بقى؟ انجوي فوتبول. اللي احنا ما بنعرفش الترجمه دي، لا دي يا اخي العب بنفسي يا اخي، وانت بص كده العبها كده بوش الجزم، يعني ليه ده الاجوان دلوقتي في مصر يا كابتن هاني من التدريب التقليدي، وما حدش يزعل مني يعني، اول ما واحد يجي يقرب من خط الجنب ده عشان الكروس باس تلاقي الجون طلع 3 يارد، يعني طلع عشان ياخد العرضيه والجون يبقى هنا، خلاص بقت الحكايه، ما حدش بيلعب بمزاج. اللعيبه في مصر الاغلب يعني، والاغلب مش الاقل، كل الناس في كل العالم بقى نازل كده، لو عنده اللبان عشان ريقه او حاجه الصرامه لكن مش متوتر، عامل زي اللعيب اللي خايف لا يكون هيتفقس هنا، ماسك حتى الولد اللي معاه ماسكه من دماغه كده ماشي جنبه هناك بيبتسم وكذا وعارف فاكر. انا كنت بنزل معظم المدربين وانا يعني اتمرنت هناك، خاصه يعني على مستوى الالمان، انت عارف الالمان صارمين جدا، بيكون المحاضره فيها طف وفيها جديه جدا، لكن بعد ما بيخلص المحاضره ايوه
الضحكه ايوه المزيكا تشتغل وهو أيوة. نازل يقول لك انجوي يلا فيلش باس بالالماني اسمها فيلش باس فيلش باس ديت بيقولوها يعني يلا يلا نتبسط يلا نتبسط هنلعب بالظبط هو انت وانت بتلعب دي بعد طبعا ما خلصت رحله هاني رمزي وانت بتلعب خمسه بخمسه في النادي هنا في الملعب جنب المدينه لما بتتجمع مع هو انتوا بتعملوا ايه لما بتلعبوا لعبه حلوه هو اللعبه اصلا اساس البرازيل المدرسه العظيمه دي ما زي خمسه خمسه اللي كنا بنلعبها كل واحد حافظ التاني يقول له يروح عماله هنا مش عارف ايه ده جري فين لا سيبني انا ورا اللي هو التزام تكتيكي جدا زي ما حضرتك قلت لكن في مستوى الاحتراف بقى بيتحول لعمل والعمل ده شفته في هدف حسين بصراحه طبعا هدف حسين ينطبق عليه اللي بنقوله ان هو في جديه وفي صرامه لكن في انجوي في متعه في يعني هو حسين كمان متع نفسه وانا عارف لعيب الكوره بيمتع نفسه أيوة. بجون زي ده وكمان متع الناس بهذا الهدف فهي دي الجزئيه بنتكلم الصرامه في الاداء ولكن كمان في جزء من المتعه اتصور ان الراجل قال له ما انت بتعرف اهو يعني مش قال له يعني عملتها ليه ما كان الراجل جاي ده عندنا هنا واللي يقول له هو واحده بس والكلام ده ملغي من الكوره الحقيقيه كابتن مروان محسن مع تاني ماتش اعتقد اللي جاب جولين اول ملعب انا ما علمت ان الراجل قال له انت مشكلتك مع الكوره دي مش مع الكوره التكتيك انت قلقان اول ما الكوره تجيلك خليها سيبها معاك يعني صح. الجمله اللي وصلت لها يعني. وفعلا مروان مسك الكوره عملها كده وحطها كده عادي يعني اهو ما انا عادي اهو واخد بالك فانت لما بتفك للعيب ازمته ودي برضه حضرتك يعني دي ده شغل المدرب لما بيقول لك حاجه هو ليه اللعيب بيجري ويعني حاول تأكد للناس إذا كان صح هو ليه بيجري على الراجل بس بيجري على زميله ممكن يكون قايله أنت النهاردة تبقى 100-100 أنت هتجيب جون لو بيجري على زميل لكن لما بتجري على الراجل بتجري ليه قال لك حاجاتها ما عملتها بقيت جامد قوي حصلت مع مروان وحصلت مع مجدي أفشة مجدي أفشة في الهدف اللي أحرزه في أول 3 دقايق هناك في الوداد أول يعني مجدي ما فكرش غير أنه بيجري على موسيماني لان ده حاجه اتفقوا عليها واتمرنوا عليها ومن اول شرحناها حضرتك شرحتها وانا معاك انا واخويا العزيز محمود صبري ومن اول كمان وهو خارج بعد البنالتي قال له انت لعيب كويس وانت هتكسبني بعد كده مالك في ايه لكن لازم نشتغل ده الكلام بقى اللي حضرتك بتاكده كمحترف الصرامه شيء طبعا والابتسامه طبعا وان احنا فريق عمل وان احنا مع بعضينا طول الوقت وان كل فعل بينسب لتعبنا وللشعار ما هو برضو الشعار ده المدرب مهما كان اللي بيحب يكبر قوي بيحسسهم بالشعار اللي بيلعبوا له أندية أو منتخبات ده حقيقي طبعا حوار ممتع بصراحة ربنا يخليك كابتن بجد والله معاك انت الكلام بيبقى له معنى تاني يا كابتن ربنا يخليك والله حوار ممتع جدا ودايما بيتمتعنا بآرائك خيرك كابتن وان شاء الله اكيد هنشوفك تاني اكيد في بيتك في البيت الكبير طبعا الكبير ربنا يخليك شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت بعد الفاصل معانا الكابتن الكبير احمد صديق معانا ضيف دلوقتي احد جنود الجبهه اليمنى اللي حققوا بطولات افريقيه في كل مكان في مصر وبره مصر احد اللاعبين اللي لعبوا في اكتر من مركز الحقيقه وبيطلق عليه لاعب تكتيكي لدى المدير الفني بيتميز بسرعته رحل في فتره عن الاهلي لكن بيجتهد ورجع للاهلي مره تانيه بمستواه النجم السابق احمد صديق برحب بيك ربنا يخليك يا لتاني مره لتاني مره في البيت الكبير شرف ليا وده بيت يعني أكيد. البيت الكبير بيت الاهلاويه كلهم وانا سعيد بوجودي معاكم النهارده شكرا ليك احنا اسعد منور يا ابو حميد وزي ما انت بتقول بيتك ومنور وان شاء الله باذن الله يعني كل ضيف يجي لنا نقول له يا رب ان شاء الله تكون موجود معانا ان شاء الله يوم 6 نوفمبر بعد ما ناخد الكاس ان شاء الله يا رب يا كابتن كلنا مستنيينها وان شاء الله متفائلين باذن الله ان شاء الله متفائل ان شاء الله يعني. باذن الله يا كابتن ان شاء الله متفائل جدا ان شاء الله اسباب التفاؤل ده جات لك امتى وحسيت بيها امتى يعني مش عايز اقول من بدايه البطوله لكن كل ما بنعدي مرحله او بنعدي مباراه بنتيجه كويسه واداء كويس الواحد بيطمن اكتر يعني وخصوصا المباراه الاخيره كمان الحمد لله مبسوطين منها جدا مباراة سان داونز مباراة من المباريات اللي حسستك ان انت اقرب جدا للبطولة بالرغم من ان احنا لسه مش عارفين هنلاعب مين في النهائي بس يعني على الرغم من كده انت برضو متفائل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احنا متعودين مش مشكله اللي يجي في سكتنا اللي هيجي في سكتنا هندوس يعني عليه باذن الله بالاخر زي ما بنقول كده واحنا نازلين اللي هيجي في سكتنا هندوس عليه ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن باذن الله ان شاء الله نتكلم ابو حميد على عليك انت تحديدا دلوقتي ويعني بتعمل ايه وموجود فين وبتفكر في ايه في المستقبل يعني والله الحمد لله دلوقتي موجود في القطاع ماسك فرقه 2006 الحمد لله مع كابتن سيد غريب
يمكن كان بقالي سنتين كنت مدير اكاديميه الاهلي في الامارات والسنه دي موجود في القطاع. دي خطوه جديده وخطوه كويسه للمستقبل انا بتمناه وبخطط ليه بشكل كويس. البدايه ان انا اكون موجود في قطاع الناشئين، وانت عارف حضرتك كنت موجود في القطاع يا كابتن قبل كده، وعارف يعني ايه انك تبدا في قطاع كبير زي قطاع النادي الاهلي. هاخد الخبره وهنتعود على حاجات كتيره جدا، وحاجه كويسه هو كابتن واحد يقدر يساعد انه يعمل لعيب كويس او يطلع لعيب للدرجه الاولى في النادي الاهلي. ابتدى يبان الموضوع ده، ابتدى فعلا يكون في لعيبه موهوبه ناشئين من ناشئين النادي الاهلي، ابتدى يكون في موهوبه. الحمد لله يمكن القطاع قطاع الاهلي باستمرار طول المواسم اللي فاتت، احنا يمكن بس الناس بتختزل يا كابتن وحضرتك عارف بيختزل ان القطاع ما بيطلعش غير واحد او اثنين اللي بيلعب درجه اولى بس. الموضوع ما بيتحسبش كده. حضرتك بص السنه اللي فاتت مثلا كام واحد اعاره من قطاع الناشئين، ومنهم كام واحد هيرجع؟ يمكن انت بتتكلم في فرقه الجونه بس حوالي 4-5 لعيب. بص لكل الانديه، يمكن حتى اللعيب اللي بيمشي يا كابتن حضرتك بتلاقيه اساسه من ناشئين النادي الاهلي. فالموضوع ما الناس بتبص له بس يا كابتن حضرتك عارف ان لا انا كام واحد لعب في الدرجه الاولى. الموضوع عمره ما بتحسب كده خالص يا كابتن. انت حضرتك بص مديت كام فرقه من الدوري الممتاز بلعيبه من قطاع الناشئين. في لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي، وخلي بالك في انديه مع احترامي طبعا ليها هي عايشه على الجزئيه ديت، يعني تستنى مثلا مواليد 97 اللي هيمشي من النادي الاهلي عشان هو ينضم ليه، وبيبقى بيمشي كويس وبيبقى نجمه. لكن خلينا نتكلم برضه بكل امانه احمد ان احنا كمان كجماهير النادي الاهلي لا عايزين اكبر عدد من الناشئين يكونوا موجودين. النهارده موسيماني عنده بيضم 6 لعيبه على مستوى الناشئين غير الثلاثه اللي كانوا موجودين او 4 الموجودين قبل كده. عندنا حتى في حراسه المرمى عندنا 2 كويسين قوي. فلكن احنا كمان كجماهير النادي، انا بتكلم باسم جماهير النادي الاهلي، لا احنا عايزين نبقى 3-4 كل سنه موجودين في فريق النادي الاهلي، يكون اضافه كمان للنادي الاهلي. طبعا كلنا بنتمنى كده يا كابتن ان القطاع يعني رقم واحد انه يطلع لعيبه للدرجه الاولى، وبالفعل ده اللي بيحصل يا كابتن. يعني لو حضرتك عارف وبتبقى شايف ان كل موسم على الاقل لازم تلاقي 3-4 لعيبه موجودين في القطاع. يعني محمد هاني ده ايه؟ قطاع ناشئين. انت بقى باكي مين؟ انت بقى كنت باكي مين؟ وشفت اكيد تابعت اداء محمد هاني دفاعا وهجوما كمان، قيمته ازاي الموسم ده؟ لا انا شايف محمد هاني كل موسم بيبقى بيزاد نضج وخبرات اكبر بكتير جدا. انا شايف ان هو الفتره الاخيره خصوصا انه بدا ياخد ماتشات كتير جدا، انا شايفه ماشي بشكل كويس جدا. ممكن يكون رقم واحد في مصر في المكان ده دلوقتي. محمد هاني بقاله سنتين بيلعب منتخب مصر، اكيد بيلعب منتخب مصر رقم واحد في مكانه. بالاضافه ان فتحي طبعا لعيب مهم جدا، ادى بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت، واكيد محمد هاني اكتسب منه خبرات كبيره جدا. يعني انت بقى خبراتك اللي مرات بيها في ظروف، تفتكر معانا كده بعض الذكريات ناخدك شويه وانت بتلعب، واعتقد دي احسن فتره في العمر وانت بتلعب كوره يعني. اكيد طبعا يا كابتن، ودي اكيد هتنقله طبعا للولاد الصغيرين، يعني حتى على المستوى الفني وعلى كمان مستوى التاهيل. انت عارف شخصيه النادي الاهلي مختلفه، فاكيد ده بتنقل للاعبتنا الولاد الصغيرين شخصيه. فكرنا كده بمباراه حسيت ان يعني مباراه بتستعد للبطوله، بتعمل ايه؟ كل لعيب كده ليه حاجات لوحده بيعملها. انت كاحمد لو ما بتخش على مباراه صعبه بتعمل ايه بالظبط؟ لكن انت عارف يمكن في النادي كل مباراه بحس ان هي بطوله، حتى المباراه الوديه بالنسبه لنا لازم المكسب. لكن لو اتكلم مثلا عن 2006 مباراه الصفاقس في النهائي افريقيا، دي من المباريات اللي الواحد فعلا كل ما بيتذكر كده ويتذكر حتى المحاضرات والايام اللي كانت قبلها قبل المباراه خصوصا. لا يعني كان حلم وفعلا اتحقق. طب حلو بس كنا عايش يعني مباراه من المباراه. انتوا كنتوا بتعملوا ايه قبل المحاضره؟ قبل الماتش بيومين يعني عايش الناس، برضو الناس بتحب تعرف الحاجات ديت، الكواليس اللعيبه بتعمل ايه دلوقتي قبل الماتش بيومين ثلاثه. لا كابتن هو تركيز، بيبقى تركيز عالي جدا كل ما بتقرب من المباراه يوم بيبقى تركيزك بيعلى. يمكن حتى المباراه بتاعه 2006 دي يا كابتن خصوصا احنا في المباراه الاولى كنا متعادلين هنا 1-1، فرايحين هناك المباراه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا، ورغم ذلك رايحين احنا مركزين في البطوله، مركزين احنا عايزين طبعا. دي بتنقلنا نقله ثانيه خالص يا كابتن. لعبت كاس عالم انديه، خدت برونزيه كاس عالم، بتلعب سوبر افريقي، فبتفتح لك مش فكره بطوله بس او مباراه واحده. يمكن المباراه دي كانت تقريبا بحوالي 3 بطولات، كسبت افريقيا، كسبت السوبر الافريقي، لعبت كاس عالم انديه، خدت برونزيه. فكانت مباراه بالنسبه لنا فعلا كانت يعني نقلتنا نقله ثانيه خالص يا كابتن. يعني طب على المستوى المحلي انت من اللعيبه برضو اللي يعني من الجيل اللي لعب مع جوزيه، وكنتوا برضو في يعني بتحسموا الدوري قبلها برضو باسابيع كتيره جدا، ايه اللي النهارده يعني اختلف؟ ايه اللي بيفرق النهارده مع اللعيب انه يحسم الدوري بدري؟ يعني ده بيفرق معاك في ايه؟ وعلى اي مستوى؟
البدايه بتفرق كتير جدا. يمكن حتى السنوات اللي قبل كده يا كابتن كان بيتاجل لنا ماتشات كتير قوي عشان بطوله افريقيا، فكان بيتاجل لنا ماتشات كتير جدا، ومع ذلك الحمد لله لما كنا بنخلص كل المباريات المتاجله دي كنا بنلاقي فرقنا نفسنا فارقين بنقط كتيره جدا عن اقرب المنافسين لينا. احنا تقريبا زي ما انت بتقول السيزون اللي فات اعتقد كان النادي الاهلي مره في المركز قبل الاخير يعني، عشان كان في كلام كده، كان في كلام وناس طلعت اصلا الاهلي بقى ان شاء الله هيبقى في المنطقه الدافيه والله انا كان ليا حوار والله في الموسم اللي فات بالاخص في شهر واحد، وكان زي ما حضرتك بتتكلم كانت الناس بتقول ده النادي الاهلي يعني كلام حتى بعد ايه ان شاء الله مش هيهبط يعني، بس يعني يقول يعني لا ومع ذلك حاجه بتضحك يعني ومع ذلك انا قلت ان اتسالت السؤال ده فقلت لا الاهلي اللي ياخد الدوري شهر واحد، وكان فريق كبير جدا من البنوط ده، هو ده النادي الاهلي يا كابتن. مفيش حاجه كابتن حضرتك فيه يعني، انا في مباراه الزمالك بعد ما حسمنا الدوري لو حضرتك متذكر في كوره لعلي معلول في نهايه المباراه، واحد بيلعب انه لسه في بدايه في اول الدوري مش خد دوري، هو نفس الروح والحماسه والحماس فهو ده انت حضرتك عارف الامور بتمشي ازاي في النادي الاهلي. طبعا بس الناس مش فاهمه للاسف. طيب نتكلم على مستوى موسيماني كمدير فني، انت طبعا وفي ناس بتشبهه شويه، انا من وجهه نظر كل مدرب وليه الكاركتر والشخصيه المميزه ليه، لكن بعض الناس بتقول في ملامح من جوزيه شويه من حس الشخصيه، من حيث اداء اللاعبين داخل الملعب، من حيث الالتزام، ما بلقوش فترات كتير، لكن خلينا نعمل، انت ما عاشرتش موسيماني لكن شفته بعين اللعيب وشايفه دلوقتي بعين المدرب، انت شايف موسيماني ازاي في الفتره الصغيره اللي قضاها مع النادي الاهلي؟ هو انا شايف في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي يا كابتن، انه حابب المكان او حابب النادي جدا، هو شايف ان النادي اضافه ليه يعني دي نقطه يا كابتن واضحه جدا. يمكن لو هنقارن موسيماني بجوزيه كان عنده نفس النقطه يا كابتن، مستر مانويل كان بيحب النادي جدا وكان بيحب جمهور الاهلي جدا. فدي كانت بتنعكس يا كابتن على فكره مع اللعيبه، على فكره في المباريات. بناء على كده كابتن بتلاقي يعني احنا مستر مانويل مثلا يا كابتن كنا ممكن نبقى الشوط الاولاني كسبانين 4-0 ويدخل بين الشوطين اكن احنا اللي خسرانين. عايز احسن حاجه يديكوا دش سخن. بالظبط، فانا عايز احسن حاجه للفرقه، عايز احسن حاجه للنادي. موسيماني من كل يعني كل احاديثه اللي بتتقال يا كابتن تحس ان هو مبسوط جدا انه موجود في النادي. ليه اسم وحتى تصريحاته زي جوزيه كده زي ما انت قلت يعني مش مقتنع بالنتيجه، حتى لما بيحقق نتيجه لحد دلوقتي من ساعه وصوله لحد دلوقتي احيانا بيتلاحظ من تصريحاته انه مش مقتنع حتى بالنتيجه اللي هو عارف هو جاي فين. هو عارف هو ماسك ايه او مسؤول اكبر نادي في افريقيا. انا شايف ان هو كان حلم بالنسبه له انه يمسك النادي الاهلي، عارف كده هو قال كده في 2018 يعني، قال تقريبا الكابتن احمد حسن كان في استوديو تحليلي فكان بيقول له بيتكلم اخبارك ايه وبتاع، قال له والله انا نفسي ادرب النادي الاهلي، ده في 2018. فنقطه مهمه جدا انه عارف قدر النادي الاهلي كويس طبعا. واعتقد عمل المعادله الصعبه في وقت قليل انه خد ثقه الجماهير. بالظبط كده يا كابتن، ثقه الجماهير ديت انا عارف جماهير النادي الاهلي مش اي حد يعني بالظبط يخش تحت المدعكه الاول عشان ياخد الثقه. لكن نكلمنا جزئيه برضه فنيه شويه، ايه اللي انت شفته فنيا عمله بامتياز موسيماني لغايه دلوقتي؟ بيعمل استحواذ بشكل هايل يا كابتن، بيعمل استحواذ بشكل هايل جدا يعني حضرتك لو بصيت بين الكره بشكل كويس قوي وبشكل ايجابي يعني مش فكرة استحواذ بس، لا استحواذ بشكل ايجابي، كسبان 2 اللي عايز الثالث، كسبان 3 عايز الرابع. ده هو ده يا كابتن يعني، هو ده سيستم النادي الاهلي باستمرار، عايز اكسب، مش عايز اكسب 1 ولا 2 ولا 3، كل ما اقدر اجيب جول اجيب، حتى لو انا كسبان 3 و4 اجيب الخامس. فانا شايف ان هو في المنطقه دي بيأديها بشكل كويس قوي. بدا حتى برده فكره انه يدخل لعيبه ناشئين يديهم فرصه، دي برضو حاجه ايجابيه جدا، لما النهارده بنلاقي 6 لعيبه غير الثلاثه اللي كانوا موجودين او الاربعه اللي موجودين قبل كده، دي حاجه ايجابيه بشكل كويس قوي. مباراه بيراميدز نزل اعتقد شادي في الدقيقه 15 بالظبط كده، دي حاجه ايجابيه كبيره، دي حاجه ايجابيه. العربي تقريبا العربي بدري برضو لاعب مظبوط، مصطفى شوبير لاعب، هتلاقي الفتره الجايه كمان ناس كتير بتاخد لان هو عايز افضل حاجه وما عندوش مشكله، هو شايف ان كل اللعيبه بالنسبه له كلها بتأدي بشكل كويس، فيلعب ده او ده مش هيبقى فيه مشكله كبيره باذن الله ان شاء الله. طيب بإذن الله. احنا دلوقتي عندنا مباراه برضو مهمه جدا مع طلائع الجيش يوم السبت اللي جاي، كلنا عارفين ازاي الاهلي استعد للمباراه الختاميه في مشواره في الدوري بجديه. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني مع حضرتك.
وسط حالة من الجدية والتركيز والإصرار، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعداداته المكثفة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش على استاد الأهلي وي السلام السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع 34 والأخير من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يتسلم الأهلي درع الدوري في احتفالية خاصة قبل بدء لقاء طلائع الجيش بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل انتهاء المسابقة بسبعة أسابيع كاملة. ويقود موسيماني الكتيبة الحمراء في لقاء طلائع الجيش بالدوري السبت المقبل، وعينه وعقله يتجهان صوب المواجهة المرتقبة بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سيكون الأهلي طرفها الأول بعد تأهله على حساب نادي الوداد المغربي بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب قبل النهائي، منتظرا تأهل الطرف الثاني للمباراة والفائز من بين الرجاء المغربي والزمالك، وذلك من خلال مواجهتهما معا بمباراة الإياب بالدور قبل النهائي من البطولة باستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها الأحد المقبل، وذلك بعد أن قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة لأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق المغربي وبالتالي إصابة عدد كبير من لاعبيه. ويركز موسيماني وجهازه المعاون خلال هذه الفترة من الاستعدادات على إعطاء جرعات بدنية خفيفة للاعبين إلى جانب تحفيظ بعض الجوانب الفنية والجمل الخططية التي تشتمل على بناء الهجمة بداية من منتصف الملعب بالإضافة إلى الكرات العرضية، كما يحرص بيتسو موسيماني دائما على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال المران. ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني حاليا على انتقاء أفضل العناصر المتواجدة بمختلف فرق المراحل العمرية بقطاع الناشئين بالنادي لكي يستفيد فريق الكرة الأول بالنادي من أبنائه المنتمين إليه منذ الصغر للاعتماد عليهم في المستقبل. وبالفعل قام الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الماضية بتصعيد 6 ناشئين جدد بل وإشراكهم في التدريبات الجماعية، وهم محمد حسام ميدو مدافع من مواليد 2000، وفارس طارق ظهير أيمن من مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر حمدي مهاجم من مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف مانو لاعب وسط مدافع من مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن من مواليد 2002، وأحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في ميران الفريق، وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق. ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز السبت المقبل، ثم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل. رجعنا مع حضراتكم كابتن احمد صديق. من خلال التقرير يا احمد شفنا تحضيرات موسيماني لمباراه طلائع الجيش، واكيد في سيناريو وفي تفكير في جزء اخر في المباراه النهائيه. تعتقد ان هو في مباراه طلائع الجيش هيبدا؟ احنا كنا بنتكلم على عناصر شابه كتيره موجوده، 2000 مواليد 2000 و2001 ومواليد 99، عندنا بعض اللعيبه، فتفتكر ان ممكن موسيماني حتى يبدا المباراه باربع خمس ناشئين في مباراه طلائع الجيش؟ لا، انا شايف ممكن يكون صعب بشكل، يعني يدي الاربع خمس لعيبه صعب، حتى ممكن لو بالشكل ده ممكن يظلمهم، لكن ممكن يدي واحد او اثنين من خلال الفرقه. وارد برضو بشكل كبير جدا يكون بيبص المباراه النهائيه ويلعب بنفس التشكيل الاساسي ويحافظ على قوام الفرقه. مباراه برضو اكيد مهمه جدا بالنسبه له، بيحضر للنهائي، ده وارد جدا. انت عارف خصوصا كابتن النادي، مباراه حتى لو اخر مباراه في الدوري عايز اكسب وعايز ادي بشكل كويس جدا. انت شايف كل دي حاجات؟
طبيعي. انت شايف مستواهم ايه لحد دلوقتي باللي دفع بيهم محمد شكري، فخري، عربي بدر، شايف مستواهم لا ايه؟ لا كلهم لعيبه كويسه جدا، كلهم لعيبه مميزه يعني. بنسمع عنهم من الموسم اللي فات، واتمنى ان هم ياخدوا فرصه يعني. اكيد اللعيبه دي لو خدت فرصه، شادي من اللعيبه كويسه جدا، شادي رضوان من اللعيبه، شادي اللي هو لعيب كويس، لعيب كويس في كل اللعيبه، وعربي بدر كمان، عربي بدر كان بيلعب في ديفندر، لعب باك رايت وادى بشكل كويس، ادى بشكل كويس جدا. فكل اللعيبه دي بس ممكن يا احمد يفكر برضو ان هو يعني احنا لا قدر الله الاصابات وارد جدا، لا قدر الله اللي هو لو لعب باكتر لعيب اكتر لعيبه او مجموعه لعيبه بيفكر فيهم في النهائي، ممكن لا قدر الله يكون اصابه، فبالتالي دي فرصه برضو انه يشوف الولاد الصغيرين يعني. اصل النادي الاهلي كمان وانت عارف كويس ان ممكن جدا مش معنى انك تلعب بالناشئين انك هتخسر المباراه، بالعكس يعني. طبعا فممكن وارد انه يفكر بالجزئيه ديت، ولا انت شايف لا هو بص يا كابتن الفكره ممكن يكون يختلف، لانه هو برضو بقاله كتير مش بقاله كتير مع الفرقه، فممكن وارد ان دي مباراه بيحضر فيها او بيستكشف فيها الفرقه بشكل كويس، او عايز يلعب بطريقه بيجرب فيها طريقه، لانه هو بقاله فتره طويله معانا، وده وارد برضه يا كابتن يكون عايز يشوف الفرقه بشكل اكبر من كده. يعني انت مع الاستعانه بالتشكيل الاساسي بالعناصر الاساسيه، يعني من وجهه نظري مع ممكن نلعب واحد او اثنين من اللعيبه الناشئين او اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت او اللعيبه اللي راجعه من اصابه، وارد جدا يعني. زي ما انت بتقول اللعيبه اللي راجعه من الاصابه، سام كهربا مثلا ما شاركش، كهربا رامي برضه رامي راجع صعب شويه، لكن لسه يعني لسه مش جاهز يلعب، بس انا بتكلم على اللعيبه اللي محتاجه ماتشات ممكن تاخد. مين كمان ما شاركش؟ وليد سليمان بقى وليد بقاله فتره ما بيشاركش، فممكن اللعبة دي يبدا بيها يعني. وارد يا كابتن، بقول لحضرتك ان هو عايز يجهز الناس كلها، وارد. طيب. وحراسه المرمى تفضل ايه، شناوي ولا يعتمد يعني على علي لطفي او مصطفى شوقي؟ يعني وجهه نظري لو الشناوي ممكن الشناوي يريح الشناوي، لانه المباراه الاخيره كمان خرجه، فوارد جدا يريح الشناوي يدي لعلي ياخد الثقه برده، يبقى موجود وجاهز، او مصطفى موجود وجاهز. فده من بالنسبه لحراسه المرمى، وارد بشكل كبير جدا انه يريح الشناوي يعني. يعني انا معاك تماما، ممكن جدا الشناوي، واحنا اتكلمنا عامه سيناريو مباراه طلاع الجيش بيبقى يعني اكيد في دماغ موسيماني بشكل او باخر، عايز كمان يخرج منه بايجابيات يعني طبعا. هو مش المباراه انا ما فيش حاجه اسمها تحصيل حصل في الكوره يعني، مباراه ليها اهميتها، نهايه الدوري ان شاء الله هنستلم الدرع وان شاء الله بشكل كويس طبعا، بشكل كويس إيجابية. فانا اعتقد هيكون في مزيج ما بين اللعيبه اللي عايز يشوفها من الولاد الصغيرين، ومزيج ما بين اللعيبه اللي بقى لها فترات بعيده، مثلا كهربا، وليد سليمان، بنتكلم على احمد الشيخ، نتكلم على بادجي، ايه رايك في موضوع كمان مروان وتالقه الفتره اللي فاتت، وهل بادجي كمان من خلال وسائل الاعلام ممكن يكون ما يكونش ليه مكان في النادي الاهلي السنه اللي جايه؟ والله مش عارف، بس يمكن هو عشان مروان بدا يمشي بشكل كويس قوي يعني. ايه اللي فرق؟ مش عايز اقول فرق، ممكن يكون توفيق يعني. هو الراجل بيجتهد، انا شايف ان هو حتى قبل كده لما كانش بيسجل اهداف، لكن كان بيجتهد، كان بيحاول، التوفيق بدا يبقى معاه، ودي حاجه ايجابيه جدا، انه بيتعب، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه انه بدا يديله في حاجات مهمه او مباريات مهمه جدا باهداف حلوه. يمكن حتى كابتن في فراوده مع كامل احترام ليهم او جدا مش ماشي معاهم، بس يجيبوا يعني جوان سهل، اهداف سهله. لكن مروان ما شاء الله بيجيب اهداف حلوه، اهداف فيها فكر، فده باجتهاد كان بينقصه بس التوفيق مروان محسن. طبعا من وجهه نظري انه كان بينقص التوفيق، والحمد لله ان الفتره الاخيره التوفيق معاه، ونتمنى كمان ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في افضل من كده كمان باذن الله ان شاء الله يعني. انا عارفه ان انت محضر له كلام كتير قوي على برشلونه لا ما هو مش عارف، بس انت مش عايز ولا يتكلم على برشلونه ولا ريال مدريد طبعا. هو عشان خاطر انا كابتن، معلش خلاص عشان خاطر عديها المره دي خلاص، معلش بعد الهوا بعد الهوا ما انت قبل لو عملت عمايل يعني. لا طبعا يعني احنا بناخد وندي يعني، انا دايما بحب اعرف اللي قدامي مدريدي ولا كاتالوني يعني. طيب اخدك لجزئيه ثانيه، وجزئيه نرجع ثاني لذكرياتك مع النادي الاهلي والجيل العظيم، جيل تريكا وجيل وائل جمعه، وانت شايف يعني شايف الجيل ده، هو صعب المقارنه ما بين الاجيال، لكن بدايه تكرار جيل هيستمر ان شاء الله لمده 4-5 سنين ببطولات كتير. والله اتمنى ذلك يا كابتن، وكل المؤشرات بتقول كده باذن الله. بتقول ايه؟ بتقول ان شاء الله ان الجيل ده هيستمر ان شاء الله. ليه بقى بتقول كده؟ انا عايز اعرف برضو تحليلك الفني، بتشوف اللعيبه، بتشوف الجهاز الفني، بتشوف الفيجن بتاع المجلس الاداره والنادي، يعني قول لنا ايه اللي مطمنك ان احنا خلال الاربع خمس سنين هنعيد تاني، او هيبقى في تكرار لجيل عظيم زي جيل تريكا وجمعه يعني. كل المؤشرات بتقول كده يا كابتن، عندك دلوقتي لعيبه بتعمل جيل صغير، او لعيبه صغيره، لعيبه صغيره مع خبرات موجوده بتساعدهم بشكل كويس قوي، جايب جهاز فني عنده طموح انه يستمر اكبر فتره ممكنه، لانه زي ما اتكلمنا قلنا ان الراجل حابب وعايز
وشايف انه حاجه كبيره قوي بالنسبه له انه يبقى مسؤول عن نادي كبير زي النادي الاهلي، فجاي بفكره عايز يقعد اطول فتره ممكنه، ومش هيقعد كده غير بالنتائج الايجابيه. اللعيبه نفسها بقى عندها هدف ان خلاص انا عايز استمر، عايز احصد كل البطولات. يمكن احنا عانينا الثلاث اربع مواسم اللي فاتوا كنا ناخد بطوله بالعافيه او الدنيا بتبقى صعبه شويه، لكن الحمد لله بقى لنا سنتين. حتى الموسم اللي قبل اللي فات الدوري كان صعب لكن حققناه، اداك ثقه. الموسم اللي بعده من بدايه الموسم بتفرق بشكل كبير جدا، بتحقق الدوري بطوله بتفنشها تقريبا قبل الموسم بحوالي 6 أو 7 أسابيع. دي حاجه ايجابيه بتديك مؤشر ان شاء الله الفتره الجايه كلها تبقى ليك. ربنا يكرمنا بس بطوله افريقيا لان بطوله مهمه، لو ربنا كرم الكابتن بيها وحققناها ان شاء الله وده اللي بنحلم بيه وبنطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. لا انا بقول لحضرتك الفرقه هتبقى في حته تانية خالص، الفرقه تبقى باذن الله الفرقه بنفس اللعيبه هيبقوا في مكان تاني خالص باذن الله. انت احنا بنتكلم عن ان في ناس كويسه كتير قوي بتلعب وفي موهوبين كتار قوي بيلعبوا، بتكلم عن قطاع الناشئين، بس احنا ما عندناش فعلا اسماء يعني رنانه. ما عندناش ابو تريكه في الاهلي، حازم امام في الزمالك الكبير، ابو جريشه، يعني ما عندكش اسامي. لا بقالك كتير قوي ما طلعتش اسامي كده، صح؟ في لعيبه كويسه. ما تجاوبنيش اجابات. استنى يا كابتن، ايوه ما تجاوبنيش اجابات دبلوماسيه. انا عايز اسال السؤال ده كمان لكابتن ربيع ياسين، هو المتخصص بقى والخبير في القطاع. لا هو بص، احنا ما نقدرش، ما حدش يقدر ينكر ان الموهبه قلت كتير جدا. قلت يعني الموهبه في، يمكن مش عايز اقول في العالم كله، لكن عندنا في مصر الموهبه فعلا قلت كتير جدا. بقى الاكبر شويه التكتيك يا كابتن في الملعب بقى هو الاهم بشكل كبير. العامل البدني بقى برضو ليه دور اكبر كتير جدا من الموهبه. يمكن في كل فرقه دلوقتي رئيس واحد موهوب صحيح هو اللي بيفرق. يعني عندك صلاح جمعه تقدر تقول لعيب موهوب، عندك وليد سليمان تقدر، هتلاقي اعداد بسيطه جدا. زمان كان زمان بكل فرقه فيها 5 6 كويسين يعني بالظبط كده، لكن دلوقتي الموضوع فعلا بقى منحصر في لعيب او اتنين في كل فرقه. طب هناخد من دوت وانقلك لمقارنه سريعه كده، ايه الفرق بين الدوري، خلينا نتكلم اخر سنتين ثلاثه، والدوري ايام ما انت كنت بتلعب فيه؟ انت حاسس ان في فروقات فنيه في الدوري المصري؟ يعني فنيا خلينا نتكلم فنيا، هل الفاليو بتاع الفني للدوري المصري بيزيد ولا بيقل؟ بكل امانه يعني السنتين اللي فاتوا كان بيقل يعني بيقل. لكن انا شايف ان الموسم ده الدنيا بدات تتحسن كتير جدا جدا رغم الكورونا ورغم لا انا شايف المشاكل. ان حتى الاداء الفني بدا يبقى احسن بكتير جدا. ما بصش اهلي ولا لا بتكلم بشكل عام على اداء. انا بتكلم بشكل عام دوري. قعدنا يا كابتن حوالي موسمين او ثلاثه، لا الامور كانت صعبه جدا. الحكم بيقعد بيتفرج حتى على المباراه ولا حاجه، لا مش مستمتع. يعني مفيش كره حلوه. لا الامانه لا، لكن بقى لنا موسمين والموسم ده بالاخص مع ظروف كورونا. حتى حضرتك لو لاحظت يا كابتن بعد التوقف، لا الدوري لما رجع بشكل قوي جدا. حضرتك لحد نهايه الموسم عندك 4 أو 5 فرق اسماء كبيره قوي بينافسوا على الهبوط. ده بيديك مؤشر ان فعلا الدوري ماشي بشكل قوي جدا، باستثناء المنافسه فوق ان الاهلي حسم البطوله بدري. برضو المركز من الثاني للثالث والرابع كان فيه منافسه قويه جدا. لا الموسم ده شايف ان الامور الفنيه في الدوري بدات تبقى احسن كتير جدا. يعني ايه رايك في الثلاث انديه اللي صعدوا بقى بما انك فتحت الموضوع ده للدوري الممتاز؟ اتمنى البنك الاهلي والمحله وكل وسيراميكا. اتمنى انه الاستمرار، يعني اتمنى ان هم يعملوا فرق كويسه يقدروا يحافظوا انهم يبقوا موجودين في الدوري. مش فكره ان انا بصعد سنه خلص. واحده اداء مشرف وانزل تاني، مع احترامي الكامل لكل الفرق اللي صعدت ونزلت، لا اتمنى كده. يمكن البنك الاهلي جاب جهاز محمد يوسف، كابتن محمد يوسف وعادل مصطفى. اتمنى ان ده كابتن عادل مصطفى طبعا، اتمنى ان ده يبقى فكري ان شاء الله ان انا عايز استمر وعايز اعمل فرقه كويسه. لان ده احنا نفسنا كابتن كمان الانديه الجماهيريه ترجع فعلا. دي من اكتر الحاجات برضو اللي مأثره على الدوري. بس دايما في مقوله كده بيقول لك ان انديه الشركات هي اللي اثرت على الانديه الشعبيه دي، او هي اللي بس دي حاجه احنا ما نقدرش نطالب. بالعكس انا شايف انها ميزه يعني طبعا بتدي بتدي دافع لكل الفرق ان انا اعمل فرق كويسه واصرف بشكل كويس. هو ما اثرتش بشكل مباشر غير اللي هو الانديه الشعبيه ما قدرتش تعمل انفستمنت كويس، ما قدرتش تسوق بشكل كويس، ما قدرتش تجيب يعني. وهم معذورين في ده لان انا يمكن كان ليا تجربه في نادي الاتحاد. الامكانيات رغم اسم الكبير نادي الاتحاد السكندري، الامكانيات الماليه اثرت شويه. وكابتن طلعت يوسف لسه بيقول هو كان عامل لونج تيرم بلان مع الاتحاد لمدة 4 5 سنين لتجديد الفرقة، لكن اللي عاقه في الحتة دي الموارد المالية. فده جزء مهم. انت بتتكلم على الأندية الشعبية، تخيل انت بقى الأندية الشعبية مثلا عندنا المنصورة والأولمبي وغزل المحلة والإسماعيلي، كل دوت يبقى فيه انفستر وتحت إدارة شركة كرة قدم وعندهم موارد مالية
اكيد هنشوف شكل مختلف للدوري. هو ده يا كابتن اللي فارق يعني، مع احترام الكامل انديه الشركات عامله شكل كويس جدا وعامله فرقه محترمه جدا جدا أنا جدا بأيدك طبعا جدا طبعا. وعامله شكل للدوري، لكن لو الانديه الجماهيريه هتلاقي كوره بقى كابتن، هتلاقي الامور الفنيه احلى بكتير جدا. الواحد كان مثلا بيبقى مبسوط وراح يلعب في الاتحاد، راح يلعب في المنصوره، راح يلعب في اسوان بجد يا كابتن عشان شعبيتها طبعا. بتلاقي الجمهور، بتلاقي الناس حابه انها تستمتع. انت نفسك لا انا مبسوط ان رايح العب في اسكندريه، مظبوط استاد اسكندريه والاستاد متقفل، بتبقى انت يعني ماتش انت مبسوط يعني. انت مبسوط يعني، انت بتطلع كل اللي عندك. ومن الحاجات اللي مأثره جامد جدا يا كابتن على الدوري في الامور الفنيه الجمهور، جماهير طبعا جمهور يعني، في وجود الجمهور اللعيب بيطلع كل حاجه عنده، بيطلع احلى حاجه عنده. مع غدين الجمهور برضه كابتن الدنيا بتبقى صعبه شويه. طب انت قلت ان انا بتمنى الاستمرار للانديه اللي صعدت للدوري، انت بتتوقع استمرارهم؟ بتتوقع يعني مع استمرار الصمود لحد امتى ممكن؟ والله الاول انا سعيد بعوده غزل المحله برضه، اعتبر الانديه شركه لكن انديه جماهيريه وكان ليها باع كبير جدا يا كابتن، كان بالنسبه لنا مشاهده صعبه جدا جدا ان احنا نلعب في المحله دي. انا متوقع ان شاء الله يعني، لان يعني سيراميكا من الشركات المحترمه تكمل، اتمنى او متوقع انه ممكن يكملوا. البنك الاهلي انه مفكروا من بدري يجيبوا مدرب اسم كبير زي كابتن محمد يوسف، فمعنى كده ان هم بيبصوا لمنطقه ثانيه خالص. اتمنى الاستمرار ليهم باذن الله. انت شايف طبعا الامكانيات الماليه هي اللي بتفرق شويه يمكن، بس كمان على المستوى التنظيمي انت خلي بالك الدوري خلاص كمان يمكن اقل من شهرين، فالله يكون في عون يعني الانديه دي كمان، لان عمليه الترانسفير بالنسبه للعيبه والتأييد، وهم دلوقتي خلي بالك الفريق اللي بيطلع من الممتاز به بيبقى عنده بعض اللعيبه على المستوى الفني ممكن ما تأديش بنفس المستوى في الممتاز ألف، فعلى المدير الفني ويجيب كمان لعيبة ويبني فريق، فالأمور بتبقى بالذات في الجزئية دي بتبقى صعبة شوية. لكن زي ما أنت بتقول نتمنى الأندية خاصة الأندية الشعبية، غزل المحلة كان معانا الكابتن خالد عيد المدير الفني وكان يعني عنده حماس جدا يا سهام، وان احنا مش حماسه مع يعني المعاناه اللي عنها كمان صحيح يعني، ده صحيح بيبقى اصعب. فده شيء مهم يعني. احنا كانت مضاش يمكن ان الامور الماليه بتفرق بشكل كبير جدا جدا يعني، من دلوقتي من رقم واحد لاي نادي عشان يمشي بشكل كويس الامور الماليه. في امور ماليه بشكل كويس هتلاقي الدنيا ماشيه بشكل طبيعي، مع بقى جهاز فني كويس، مع لعيبه كويسه، لا هتلاقي الامور الفرقه على الاقل خالص يعني. زي نادي المقاولين كابتن عماد النحاس بنبارك له طبعا المركز الرابع، ادى موسم رائع عشان اكيد في مسانده من مجلس اداره في نادي المقاولين، فالامور الماليه بتفرق كتير جدا مع الفرقه كده. طب حاجه غير نادي المقاولين عجبك يعني، خلينا نتكلم بقى يعني نتكلم في بيست اوف فايف بقى، خلينا قول لي افضل خمس لعيبه في الدوري المصري يعني انت حاسس ان دول كان افضل لعيبه موجودين في الدوري المصري السنه دي. نقول علي معلول تمام رقم واحد يعني من يعتبر من رقم من يعني من غير ما نرتب يعني الارقام يعني الارقام قول لي قالوا ديانج من اللعيبه الهايله هايله بجد يعني من اللعيبه اللي انا مبسوط انها موجوده في النادي. نعم بدايته ما كانتش كده، لكن اكيد وجوده في النادي خد الثقه بشكل كبير قوي، بدا يبقى من وجهه نظري رقم واحد في الدوري او رقم صحيح. واحد في الموسم كله باكمل بالذات في الفينش طبعا. يبقى ديانج ومعلول ناقص ثلاثة، هنقول سهلها لك يعني في كل مركز لنا هات لنا الافضل يعني. مش شرط في الاهلي برضو يعني الشناوي حراسه المرمى وانا شايف انه يستحق انه يبقى رقم واحد يعني، ياخد احسن لاعب في الدوري يمكن بيأدي بشكل هايل. مين تاني عشان ما نظلمش حد في الدوري؟ مش شرط في الاهلي. ما انا فاهم والله. عبد الله السعيد بيراميدز موسم كويس طبعا موسم هايل. انا شايف برضو حسام حسن في سموحه مادي بشكل كويس قوي كفيرويد. احنا قلنا كام واحد كده يا كابتن؟ أربعة ولا خمسة؟ ناقص لك واحد. انت لازم تزنوني يعني. لا خالص يعني خد انت اتكلمت على خط الظهر، اتكلمت على خط النص، ممكن تاخد حد من الاطراف. انا شايف ناصر ماهر. ناصر ماهر برافو عليك. شايف ناصر ماهر برضو ليه دور كبير جدا جدا مع نادي سموحه.
ناصر ماهر من الناس المعارة طبعا. النادي المعارة من النادي الاهلي، وان شاء الله يعني حسب ما سمعنا انه ان شاء الله راجع تاني ان شاء الله. اعتقد هو ناصر ماهر وصلاح محسن، صلاح محسن حد الكلام، واحمد توفيق تقريبا، واكرم توفيق، واكرم توفيق اسف ان هم دول اللي يعني راجعين بشكل رسمي موجودين ان شاء الله. هم الامانه قدوا موسم بشكل كويس، عشان كده بنقول يا كابتن ان الاعراض دي بقت حاجه مهمه جدا. انا شايف انها بقت حاجه مهمه جدا في بالنسبه للانديه، خصوصا الانديه الكبيره اللي عندها لعيبه كتير او عندها ناشئين بيطلعوا بشكل كويس، فيقدروا يحافظوا عليهم، ياخدوا الثقه. انت تابعت الدوري بشكل جيد الموسم ده؟ الحمد لله. عايزك تقول لنا النهارده ايه ابرز السلبيات اللي انت فنتها، مش عايزها تتكرر يعني خلاص بعد شهرين واحنا داخلين على موسم جديد ان شاء الله. التأجيلات، تأجيلات الدوري دي من الحاجات اللي بتخلي المسابقه دي التأجيلات دي بنتكلم بشكل عام، لكن ما نقدرش ننكر ان الناس برضو في اتحاد الكوره الفتره الاخيره بداوا يحطوا اساسيات ويمشوا عليها من غير ما يرجعوا لاي حد او من غير ما كلام اي حد ياثر عليهم. دي من الحاجات السلبيات اللي موجوده. نتمنى عوده الجمهور، لان ده هيعود بالايجاب على كل الانديه. التحكيم مع الفار الحمد لله الدنيا تمشي شويه احسن من الاول بكتير جدا، دي من الاجابات اللي موجوده في الدوري الموسم ده. الفار كان شيء ايجابي؟ طبعا طبعا. انا شايف ان هو شيء ايجابي جدا، ما كانش محتاج فار يعني برضه مع كتر يعني احسن من الاول بكتير جدا، مع كتر المشاكل اللي كانت بتحصل من التحكيم او بسبب التحكيم. لا الامور ولو بنسبه 80 90% بقت احسن بكتير جدا، وده هتتحسن كمان مع يعني تعود التعود الحكام على البروتوكول الفار. اعتقد ده هيتحسن بشكل كبير جدا. بالظبط كده. طيب يعني انا هضيف بقى كمان حاجات اللي انا اتمناها السنه اللي جايه تحصل، ان هو يبقى عندنا حاجه لاعب الشهر مثلا، حتى ممكن نعملها على يعني سيرفي كده. عندك لاعب الشهر يعني في النادي بيعملوها يا كابتن تريق، يعني في النادي الاهلي بيعملها، النادي الاهلي بيعملها بشكل خاص في فرقته. بنتكلم يعني على انا بنتكلم، اتمنى ان ده تطبق في الدوري، على كل نادي يعملها، ولا يبقى لا الجمهور الجماهير هي اللي تختار مثلا لاعب الشهر. الفوتنج مثلا والفوتنج ده ممكن يخش فيه الجماهير، وممكن يخش كمان يبقى جائزه الشهر للاعب فلان وفلان. عايزين ده الدوري الانجليزي يا كابتن، الدوري الانجليزي كده بالظبط، لان يعني بيبقى فيه يعني بيبقى فيه حماس شويه، وده بيدي حافز كمان للعيبه. نفسنا على سبيل المثال زي ما انت قلت ان جدول، نشوف جدول كده منتظم ان شاء الله يكون الدور الاولاني. نفسنا كمان موضوع البث التلفزيوني والاخراج التلفزيوني يكون طبعًا افضل طبعا. نفسنا الكوره الموحده، يمكن الكوره دلوقتي الحمد لله بقت موجوده، لكن كمان يعني نشوف حاجات يعني نفسنا نشوفها. ومصر خلاص يعني احنا بنتكلم فكره تحسن الاستادات كمان، يمكن برضو خالد عيد كان بيتكلم عن الارض المحله ارضيه الملعب. انت بقى بتتكلم بس برضو عندنا ملاعب كتير كويسه، عندنا ملاعب كويسه يعني كويس اكيد، بس دلوقتي يعني فعلا بقى عندنا ملاعب كتير كويسه يعني هم لهمش حق لله. يعني ممتاز. لا الدرجه الثانيه، لا ده الدرجه الثانيه انا في اعتقادي ده لازم يتعمل ده لازم يتعمل، مش هقول ثوره رياضيه، ان لازم الجزئيه ديت في الملاعب وتنظيم المسابقه وشكل المسابقه. انت بتتكلم يا احمد دلوقتي بتتكلم على، انت بتتكلم 16 في 3 بتتكلم 48 فرقه مقسمينهم، عارف يا كابتن، كمان لما لغوا الهبوط كمان الدنيا بتصعبت اكتر من الاول، اتصعبت جدا. بتتكلم في 5 فرق بقوا زياده دلوقتي في كل مجموعه، فالامر يعني بقى صعب جدا، بقى اكتر ضغط كمان يعني اكتر ضغط. طبعا طبعا. يعني انت بتتكلم مثلا كان تقريبا 18 فريق او 17 حاجه كده، دلوقتي زاد 5 فرق كل مجموعه. هو كان اعتقد 13 فريق كل 13 مجموعه، 13 زاد 5 بقى 18 فرقه، والمفروض الفرق اللي هتصعد من الثالثه هيضافوا عليهم يا كابتن كمان. مشكلة. الموضوع بقى فعلا صعب جدا يعني، مشكله. مع ان اعتقد لو بصينا تحت في الممتاز بي اعتقد هتلاقي، ومن خلال شغلك في النادي الاهلي وقطاع الناشئين انت كمان، وانا عارف النادي الاهلي كان بيجي يعني معظم الناس بتيجي من الارياف ومن كابتن كمان، مش من القاهره كتير. أيوة يعني فاهم، فبيبقى في مواهب كويسه جدا في كابتن حضرتك انت بصيت الدوري الممتاز دلوقتي، يعني لا يقل عن 40 50% منه لعيبه طالعه من الممتاز به بجد، في لعيبه تحت كويسه قوي لو اتعمل لهم زي ما كنا بنسمع ان ماتشاتهم كلها هتتذاع، ان هيبقى في بث بشكل كويس، ان يبقى فيه اهتمام في الملاعب، لو الحاجات دي كلها اتعملت لا هتلاقي الموضوع مختلف تماما، ويبقى فيه اهتمام باللاعب نفسه كمان. بالزبط. يا كابتن انت النهارده عندك الناس ديت بتشتغل شغلانتين واحيانا ثلاثه، علشان يعني مش متفرغه للكوره، بنسمع كتير والكوره يعني عايزه كوره، بنسمع كتير يعني، لا بنسمع كتير الحاجات دي فعلا حقيقيه، الكوره عايزه كوره. لا طبعا يعني بنسمع كتير جدا من الامور دي يعني، واتمنى ده مش موجود. عايزين لعيب الكوره يبقى لعيب كوره بس، اتمنى الامور
انا نفسي ان شاء الله نستضيف النماذج دي فعلا ونسلط عليها الضوء، بس بعد ما ننتهي من يوم 6 ان شاء الله على خير. فعلا بسمع لعيبه بتشتغل في النقاشه، في الحداد، في الحداد اصلا يعني في بعض يعني في ناس راكبه توك توك، تخيل في ناس في ناس بتشتغل على توك توك. لا بس ده ممكن يكون في الدرجه الثالثه ومطلوب منها تركز في الكوره. لا بص يا حمادي، فصاحب بالين احيانا مضطر. لا طلع لعيب الكوره المفروض يعني يبقى لعيب كوره بس، لكن هي الامكانيات بتضطر الناس لكده، خصوصا يمكن الممتاز ده احسن امور شويه كده. هو يعني احسن كمان من السنوات اللي فاتت يعني احسن كتير جدا. يعني لا بقينا بنسمع ارقام ارقام كويسه مقبوله بالظبط. بقى في ملاعب كويسه، حتى الاجهزه الفنيه بقى تحت في اجهزه فنيه كويسه جدا يا كابتن. لكن تتكلم على الدرجه الثالثه والرابعه، لا الامور صعبه جدا 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 فيها. طيب اخدك تاني لجزئيه النادي الاهلي، اخبار اسم المدير الفني التشيكي لقطاع الناشئين النادي الاهلي اخباره ايه، وبرضه ادينا فكره امتى المسابقات هتبدا، مسابقات قطاع الناشئين انتوا شغالين ازاي، قطاع الناشئين ماشي ازاي، وخاصه فرقتك يعني. والله الحمد لله احنا يمكن السنه دي الامور ماشيه بشكل كويس قوي قوي بجد يعني. بنشكر مجلس الاداره. ملاحظ فرق يا احمد؟ لا انا يمكن انا اول سنه ليا في القطاع السنه دي يا كابتن، لكن باللي كنت بشوفه او بسمعه لا الحمد لله الامر مختلف تماما. شايفين دعم مجلس الاداره من اول يوم، من اول يوم عملنا اجتماع مع كابتن محمود خطيب ولجنه التخطيط بالكامل كانت كلها موجوده، وكابتن خالد بيبو رئيس القطاع الموجود. الناس اتكلموا ان احنا لا عايزين الموضوع يختلف، عايزين النادي الاهلي يبقى رقم واحد حتى في قطاع الناشئين، عايزين اللعيبه تطلع الدرجه الاولى، عايزين ناخد كل البطولات، عايزين نادي بشكل كويس، عايزين نعمل لعيبه كويسه. الحمد لله يمكن من اول يوم بدانا بهذا الفكر، الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس. جايبين مدير فني اجنبي للقطاع بالكامل، راجل ماشي معانا راجل ماشي معانا بشكل كويس جدا، بيساعدنا كتير جدا. احنا نفسنا كمدربين بناخد منه خبرات مهمه قوي بالنسبه لنا. كابتن خالد بيبو قايم بدور من وجهه نظري دور هايل. ايه المختلف في دور اداء خالد؟ يمكن للامانه ما بيسيبش حاجه يا كابتن، بجد ما بيفوتش حاجه. يمكن احنا كنا في معسكر الاسبوع اللي فات، واقف بنفسه على البوابه في اسماعيليه، معسكر اسبوع واقف بنفسه على بوابه النادي، واللعيبه بتركب الباص، هو اللي واقف بنفسه بيراجع الناس كلها، مش سايب حاجه يعني. ممكن تبقى الحاجات دي مش دوره، ولكن هو ما بيفوتش حاجه. جانا المعسكر مرتين في اسماعيليه، قعد معانا يومين، حاضر معانا ماتش ودي، متابع كل حاجه، مدينا الدعم في كل حاجه، لبس بشكل كويس. اللعيبه نفسها مبسوطه يا كابتن يعني. احنا هو ده مهم بجد والله يا كابتن. اللعيبه نفسها مبسوطه لانه شايفين ان في فرق كبير قوي السنه دي. نتمنى التوفيق ان شاء الله. بالنسبه لفرقتنا الحمد لله الامور ماشيه معانا بشكل كويس جدا. كنا ماسكين الفرقه مع كابتن سيد غريب، ومعانا الكابتن فتوح مدرب حراس، وكابتن عمار اداري، ومعانا دكتور علاء، ومعانا عم عبد الرحيم وعم عاطف عشان ما ننساش حد. من اول يوم كل تفكيرنا احنا مش عايزين غير اللعيب الكويس، مش فارق معانا الاسم. ما انا كنت لسه هسالك برضه يا احمد، ايه لما بحط استراتيجي كده، ويمكن المدير الفني التشيكي اكيد اتكلم معاكم في الجزئيه ديت، احنا عايزين نشتغل على نوعيه لعيبه بمميزات 1 2 3. المميزات ديت بما فيها طبعا انتوا كمدربين بتزود او بتطور اداء اللاعبين في شكل معين، شخصيه اللعيب نفسه، انت كمان اللي بتكون شخصيه اللاعب نفسه ويعرف انه شخصيه لازم يكون موجود في النادي الاهلي بشخصيه معينه. يا ترى اتكلمتوا في النقط، ايه المميزات او ايه الـ يعني البوينت الفنيه اللي لازم تتواجد في لعيب او ناشئ النادي الاهلي في الفتره اللي جايه يعني؟ اول حاجه بالنسبه لنا كابتن الطموح. احنا حتى يمكن كابتن سيد اكتر حاجه بيتكلم فيها، لان عايز فكر اللعيب، بيتكلم مع اللعيبه يقول انا عايز فكرك يبقى في حته تانية، عايزك تخلي فكرك اعلى حاجه مش الدرجه الاولى بس، لان عايز احترف، عايز لو وصلت الدرجه الاولى يبقى رقم حاجه، رقم اتنين بالنسبه لي الاحتراف. عايزين بنوصل اللعيبه اهميه النادي الاهلي، انت بتلعب في احسن مكان، بنوصل اللعيبه انت شوف كام لعيب في مصر يتمنى انه يكون موجود مكانك، لازم تحافظ على المكان اللي انت فيه. لان الحاجات دي مهمه جدا يا كابتن. ثقافه الفوز مهمه جدا بالنسبه لنا، مش فارق معانا مباراه وديه. يمكن احنا كمان السنه دي عشان ماسكين فرقه 2006 اول سنه هتلعب جمهوريه، السنه دي اول سنه جمهوريه هتلعب جمهوريه، يمكن عندهم ليهم منتخب السنه دي كمان، وليهم تصفيات كاس عالم، فدي برضو حاجه بالنسبه لنا حاجه ايجابيه ان احنا ان شاء الله تحمسهم اكتر طبعا. لا مهم جدا بالنسبه لنا ان كالعاده ان يكون اكبر عدد في المنتخب يكون من خلال النادي الاهلي، والحمد لله ان شاء الله بالفعل هيبقى كده. عندنا لعيبه مميزه جدا، عاملين فرقه بشكل كويس. نتمنى التوفيق ان شاء الله ان احنا نقدر بالنسبه لنا رقم واحد بطوله، رقم اثنين احنا نطلع لعيبه للدرجه الاولى، نعمل لعيب كويس باذن الله. بس خلي نمره واحد تطلع لعيب بدل بطوله، معلش يا كابتن. اللعيب اللي هياخد بطوله هيبقى يقدر عنده ثقافه انه يلعب في النادي. انا معاك تماما يا احمد، بس دايما وكنت بتكلم في النقطه ديت ان دايما
وخلي بالك الفترات اللي فاتت كان تقييم المدرب بالبطوله وانا شايف ده كلام غلط. لا يا كابتن احنا الاثنين مرتبطين بعض بالنسبه لنا بالظبط. احنا ما ينفعش اودي لعيب طلعه الدرجه الاولى وهو بيخسر او متعود ان هو ما بيكسبش. لا التعود يفرق. يفرق. لا انا بتكلمش التعود، انت بتتكلم على انك بتطور لعيب بتطوره علشان الفريق الاول حتى وانت ماشي في السكه. مش مشكله تخسر بطوله تحت 2006، لكن التطور ده الملاحظ ان انت تلاحظ اكتر ان اللعيب بيتطور حتى طبعًا. لو لا قدر اخسر طبعا لازم النادي الاهلي والبطوله، لكن لو خسرت بطوله 2006 وتطلع اتنين لعيبه افضل ما تاخد بطوله وما تطلعش حد. ان شاء الله يعني نعمل الاثنين يا كابتن. ان شاء الله احنا واخدين يعني واخدين الاثنين في طريق واحد. بطوله اعمل لعيب كويس، لعيب كويس هو اللي ياخد البطوله، ولو خد بطوله صح. هو لعيب كويس سهل جدا في الدرجه الاولى باذن الله. احنا بنشكرك جدا. ربنا يخليك يا زمان. بشكركم وبنتمنى لكم التوفيق يا رب. ان شاء الله انا بشكركم وبشكر كابتن هاني وسعيد اني كنت موجود معاكم النهارده. شكرا. اتمنى احمد ان شاء الله معاكم بعد المباراه النهائيه ان شاء الله ونحتفل معانا هنا برضو أكيد. على راي كابتن هاني يعني أكيد. ناس كتير قوي هتشرفنا هنا نحتفل معاه بالفوز باذن الله. انا احتفلت كتير في الملعب الحمد لله. اتمنى بقى ان شاء الله البطوله دي نحتفل في الاستوديو مع بعض يا رب. ان شاء الله ادعي بقى كابتن احمد باذن الله. شكرا كابتن شكرا. بعد الفاصل نجمنا الكبير كابتن ربيع ياسين. برحب بحضراتكم مره ثانيه ومعانا اسطوره كبيره جدا كابتن الخلوق الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب. منورنا هنا في البيت الكبير. برحب بك يا كابتن ربيع. ويعني اول كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه مولد النبي، وان شاء الله باذن الله دايما كده ايامنا تبقى اعياد وسعاده ان شاء الله وامن وامان. طمنا كابتن عليك لان اخر مداخله بصراحه كنت معانا هنا في البيت عليه. الكبير استنى سلم عليك. قول كل سنه وهو طيب. ربنا يكرمك. كل عام وانت طيب. طيب يا كابتن سام. كل عام وحضرتك طيب. ايه الحمد لله بخير كويس كله تمام. انا اللي هسال. ربنا يتفضل. صعوبات كتير مريت فيها ونجاح على الجانب الاخر منقطع النظير بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. حصل ده يمكن يعني مريت بده مع منتخب الشباب وحصلت على امم افريقيا وبيتكرر تاني دلوقتي. احكي لنا بقى على الصعوبات دي. وهاني كان خلي بالك كان ماسك المنتخب وكان رايح الاولمبياد وعاوز صالح جمعه، وانا يعني لعبت مع كينيا 0-0 والدنيا عندي ايه. قلت له اتفضل يا كابتن. ده حقيقي صح ولا ده حقيقي في الوقت صعب طبعا جدا. المنتخب الاول الكبير والمصلحه هو بصي حضرتك هو انا عشان برضو يعني انا عندي منتخب وعندي تصفيات، فالطبيعي جدا ان اي مدير فني ان هو يجهز يبقى عنده برنامج قوي يقدر يجهز بيه فرقته عشان اقابل الفرق. انا اقابلها ازاي وبيني شكل وبيني طريقه وبيني تكتيك، حاجات كتيره جدا في الكرة اتعلمناها ودرسناها واحنا مدربين يا كابتن هاني. فالطبيعي جدا ان احضر فرقتي، خد بالك على المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني. خد بالك يعني الانديه طمعت في اللعيبه. انا كان نفسي ان الانديه تساعدني يعني لحد دلوقتي يا كابتن. انا بعد المداخله يا كابتن ما كانش في تجاوب اكبر شويه من اللعيبه يعني لحد دلوقتي بص في مدربين احتاجوا لعيبه وديتهم بيلعبوا بكره في الجمعه ويلعبوا السبت ويلعبوا واخر ماتش في الدوري. شوف ما طلبوا خلاص الامور يعني الامور استقرت بشكل كبير يعني مش يعني انا بلعب اسوان من 3 4 ايام وانا عندي 9 لعيبه 5 اصابات واربعه موجودين بره خالص، لكن بلعب واتصرف. ما انا بلف محافظات عشان اوقات العصر بدل ما يجهز 35 او 40 لعيبه كابتن نوسع الدوري ب 50 كله لصالح الاجيال وصالح مصر الكره المصريه صحيح. فطبعا امبارح جالنا جواب النهارده ان البطوله اتاجلت شهر. بطوله شمال افريقيا تصفيات. فطبعا المفروض ان انا ايه راي حضرتك في القرار ده يا كابتن؟ لا انا كان نفسي ان انا اكمل والعب. ليه؟ لان هعاني رغم الصعوبات يا كابتن يعني هعاني. افتكر ان حضرتك دي لا. فرصه كمان إن هعاني يعني خلاص انا الاولاد خلاص اتعرفوا واتاخدوا هفضل اعاني يعني انا عشان اجهز مثلا ممكن اقول لك انا اجهزهم في 4 أسابيع في الشهر. بس انت كنت مستعد للبطوله دي يا كابتن؟ بطوله يعني اعتقد كانت قريب جدا. البطوله كانت امتى؟ كان مقرر من فبراير لمارس الجايين في 11 في 11 من 9/11 ل 24/11. طيب انت كنت جاهز انك رغم الصعوبات ديت ورغم الغيابات دي كلها انك تخش بالظروف دي؟ بالظروف دي انت عارف الاسبوع رقم كام اللي بداته امبارح؟ الاسبوع رقم 11. ليه 11 اسبوع؟ طبعا انا عامل برنامج قوي جدا وبشتغل صح وبحضر يعني نفس الوقت بالظروف دي يعني احسن لي ليه؟ لما يرجعوا الانديه واطلبوا من الانديه الدوري يبتدي. انت بس لقدام ساعه الدوري ما يبتدي خلاص. فانا قلت بالظروف دي لسه امبارح مثلا جاي لي ابراهيم عادل امبارح
احمد عيد هيجي له يوم 6 11 لعب الزمالك قبل البطوله قبل الماتش بقى 3 ايام خد بالك. محمود صبري اخده من تونس هناك. زياد عندي لسه في انبي ما جاليش خد بالك. عبد الغني الاتحاد طلبه مني عشان عنده ماتش في مع هي اتاجلت يا كابتن ربيع ولا شهر تحل شهر ما انا عارفه بس كان في مهله ادت لتونس يعني منحوها لتونس علشان جاي. تقرر اذا كانت ليها القدره على استضافه البطوله ولا المهلة لا. المهله بدات من النهارده من النهارده من الشهر للتاجيل. ايوه طب حياتك بس فهو ده يعني الظروف دي مش هتبقى احسن. فانا قلت لا بالمره العب بقى عشان اخلص. ليه ما ينفعش يعني مين اللي هيديني اللعيبه شهر اذا كان يوم يومين ثلاثه بيبقى صعب اربعه صعب صحيح بالك. فكنت عاوز اكمل الظروف دي احسن من القادم بالنسبه لي. طب ما فيش مساء يا كابتن ان ممكن لو ما كانتش في تونس نسعى ان احنا تكون في مصر هنا وتكون فرصه كبيره جدا. ما فرصه ما هتتنقل لمصر في حاله اعتذار تونس يعني ان تونس الكافي يبعت لها ويقول لها ان انت هتنظمي في الميعاد ده ولا لا. لو رفضت بشكل كبير ان شاء الله تعالى اشرف في مصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى باذن الله. اللجنه الخماسيه ايه الدور اللي بتقوم بيه مع حضرتك في الازمه دي؟ انا بمسك منتخب ايه انا بقوم بكل الادوار منتخب حتى 93 و89 اللي قبله انا بقوم بكل الادوار. ليه بقى؟ لان هو اولا ما فيش اجنده دوليه، ثانيا العلاقات الطيبه اللي بيني وبين الانديه هاني، وفي نفس الوقت انا عارف السكه ازاي بتاعه صناعه اللاعب الدولي الصغير. وفي مصر يعني برضو الناس ما بتاثرش معايا، يعني اللي انا بطلبه اكيد بينفذ لي. عندي مشرف طبعا حضرتك بتعاون معاه، عندي مدير الفني للاتحاد الدكتور محمود سعد. فالقصه يعني ان انا بروح وانظم وما اعتقدش ان حد لو طلبت حاجه يعني هيقول لا. بس انا لو يعني لو مكان حضرتك الواحد هيقدم استقالته، ومع ذلك حضرتك يعني لم تيأس ما شاء الله. لا هو بتكلم بجد والله مش بهزر. لا هو حضرتك انا طبعا لعيب دولي سابق اكيد، فالوطنيه دي خلي بال حضرتك يعني صعب ان تدخل هنا وتخرج بسهوله. صح. فجربنا يعني الاناشيد اللي انا بسمعها الاولاد يعني صعبه جدا، ان انا مهما تقابلني صعوبات ما امشي. لا ده مصر، وبعدين في نفس الوقت احنا خادمين لمصر. فانا في موقعي اذا كانت شويه صعوبات يا كابتن هاني قابلوني نقدر بفضل الله ثم العلاقات نشيله. لو حضرتك يعني انا عارف ان مشوارك حتى التدريبي كله تحديات وكله مشوار صعب وبتحقق فيه نجاحات. يعني انا فاكر وانا عارف ان حضرتك يوم ما طلبت صالح جمعه وانت كان عندك ماتش وقلت لي لا الاولمبياد اهم، وطالما الفريق يعني فانت كمان بتضحي وفي نفس الوقت انت بتوسع قاعده الاختيارات. تمام. وما يشار اليه لحضرتك كمان انك بتلف المحافظات، يعني خلينا نتكلم بكل امانه من المدربين القليلين او المنتخبات الناس بتروح تتفرج على ماتشين ثلاثه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيره، لكن كمان دوت يعني انت حضرتك مميز فيه جدا. لكن يعني ان شاء الله باذن الله تطمننا على منتخب الشباب ان شاء الله باذن الله في خلال الفتره اللي جايه، ان احنا دي التصفيات المؤهله لامم افريقيا 21 في بريطانيا ان شاء الله. خامس النظام السنه دي مختلف وصعب صعب. ان انت كنت تلعب ماتشين رايح جاي، وبعدين رايح ماتش رايح جاي تكسب ماتش رايح جاي في فرصه وتدخل اللعيب ده وتقعد اللعيب ده وتشيل اللعيب ده. انما ايه بقى شروط الدوره؟ ان كمان 20 لاعب يسافروا في الظروف دي. 20 لاعب طبعا انا ضد الكلام ده، القرار ده مش ممكن يكون. منهم ثلاث حراس كمان؟ ثلاث حراس مرمى. يعني النهارده في ظروف الكورونا وظروف طب افرض انا مثلا لا قدر الله جه لعيب او اثنين او ثلاثه. خلاص. لا ده انا قلت لازم كان اول قالوا 23، قلت لهم لا ده تبقى 25 26 مظبوط، وكل بلد تسفر ثلاث اربع لعيبه على حسابها يقعدوا هناك في الفندق. ليه حصل حاجه بدل. لازم الناس تفكر هاني، ولازم الناس تطور تدور. مظبوط، لانه خاصه ظروف استثنائيه زي ديت وارد جدا لا قدر الله يحصل 3 4 لعيبه يجي لهم فيروس، فانت هتبقى عندك طبعًا. 13 لعيب 14 لعيب. الجيل هاني الجيل مش 20 واحد، لا طبعًا. الجيل 40 50 واحد. صح. على اعلى مستوى. تسافر من ال 50 ب 20 ازاي؟ فيهم 3 يبقى 17 لعيب، مش عدل بحياتك. فانا طبعا بقترح انا في اللجنه هقول، لان دور الناس اللي موجوده في شمال افريقيا في الترابط والتماسك والحب، وندور على الكره الافريقيه تطورها ازاي. تطور ازاي يعني مظبوط باللوائح كل حاجه بالاوراق الاول وبعدين الملعب. فانا شايف ان الناس لازم تتطور ولازم تشتغل ولازم بقوه تخاطب الاتحاد الافريقي وتطلب منه الحاجات اللي نقدر. دول اولاد صغيرين يعني صغيرين ودول شباب محتاجين كل مستوى افضل طبعا. تمام. ولازم ياخدوا حقوقهم كامله. صحيح. ما ينفعش 17 لعيب من جيل فيه مثلا 3000 لاعب يعني.
ما ينفعش. واحنا طبعا مستنيين من حضرتك تقدم لنا جيل تاريخي لمنتخب مصر و... وانا عارفه انه حضرتك يعني قادر على انك تصنع ده باذن الله. كلمنا بقى عن مستقبل بقى المستقبل. هو حضرتك دلوقتي من فضل الله علينا ان في عدد كبير جدا بيلعب فريق اول قبل التصفيات. خلي بالك قبل التصفيات احنا لسه العرف بيقول ان بعد تصفيات وبعد ظهور اللعيبه دي الناس بتشوفهم المدربين بيكتشف تعالوا. انما الحمد لله مجرد انا متواصل مع المدربين وبعرفهم بنفسي يا كابتن في عندك كذا والله يجربوا خلاص يقول لي ما قلتش كابتن ربيع. هي دي بقى هي دي لان احنا كنا بنتكلم مع كابتن احمد صديق في الموضوع ده والحقيقه انا مش عارفه برضو فين الخطا. هل ان احنا فعلا ما عندناش موهوبين ولا عندنا واحد زي بوتريكا ولا ما عندناش العيون اللي تشوف واحد بقى حجم بوتريكا في الناشئين في الولاد الصغيره دول؟ عندنا مشكله في العينين ولا عندنا مشكلة في الموهوبين فعلا؟ عندنا مشكلة كبيرة جدا في ان احنا ما بنديش الولاد حقوق كويسة ونهتم بيهم وفي كل حاجة. احنا الاحتراف اللي موجود دلوقتي خلانا ان احنا نبص للاحتراف. يعني انا جبت لعيب بكذا لازم يلعب خلاص، انما ببصش. انما 105 مليون فيهم مواهب طبعا، فيهم ابو تريكه وفيهم متعب وفيهم الحضري وفيهم خبيب وفيهم فيهم كل فيهم. بس حضرتك بتقول انا اللي بقول لهم أيوة انتوا عندكم ايوه ما المدربين حقيقة موجودين اكتر من نموذج اقول له في وبعدين ياخدوا جربوا لي شكرا. طب ده ولد عنده يعني ولد في النادي عنده مش شايفه او هو مدير فني يعني. طبعا الفريق الاول بيكون منشغل بالفريق الاول ما بيبصش تحت يعني. طب دي النقطه دي يعني دي تساعدك ولا خلي بالك ده ردد اللي ما يبصش لازم يبص. طبعا دلوقتي الامور اختلفت، المدير الفني بيدخل النادي يعني بفضل الله تعالى بتوفر له كل الامكانيات من مجلس اداره الامكانيات لرواتب لواتب. انا من وجهه نظري المدير الفني عشان تطور النهارده الكوره وتلاقي اداء وتلاقي ابهار وتلاقي امتاع وتلاقي شغل وتلاقي فنيات وتلاقي كل حاجه، طب هو المدير الفني هاني يبقى تحته فرقتين مواليد 99 ومواليد 2001 ب 60 ما صعدش ما ينفعش. اقول انا محتاج واحد ما ينفعش، عندي 30 و30 و30 90 لاعب تحت ايد المدير الفني. مظبوط خد بالك ما ينفعش، لازم اتابع. زمان كان مستر ديكوتي وكانوا تشايا يعني والمدربين يقعدوا يحضروا الماتشات الناس الصغيره 19 و18 سنه. بس ده اعتقد يعني موسيماني مع تصعيد ست لاعبين بدا الفكره دي. يعني انت حضرتك بتتكلم على الاستمراريه وبتتكلم على البروجكت بتاع النادي سياسه نادي نفسه ان اي كل الانديه يعني ما تتكلمش على نادي بعينه ان ده بيساعد كمان ان حضرتك بتتكلم عليه انه كمان ما هو كل ده تحضير لحضرتك لما ولد مواليد 2001 او 2000 او ايا كان سنه بياخد خبرات التدريب مع الفريق الاول طبعاً. اكيد ده بيساعد طبعا طبعا. احنا طلعنا ازاي يعني ولعبنا ازاي ضحيتك وروحنا المنتخب ازاي فاللي اقصده ان انت بتشتغل بمنظومه كامله متكامله على المستوى الاداري والمستوى الفني وبتعمل للي جاي بعدك ده الصح. انا ما اشتغلش وقتي واقول لهم هاتولي وانسى القطاع خالص في مصر كله. صحيح. طب الكورونا النهارده بفضل الله كان ليها فضل كبير ربنا سبحانه وتعالى ثم العطله بتاع الكورونا في ازهار كل الشباب اللي موجود ده. بالك واشمعنى الكورونا؟ اشمعنى؟ طب ما كان فيها ده دليل ان ايه؟ فيها اهوت بس بصوا يعني انا عندي خلي بالك من الاهلي ومن الزمالك ومن الاتحاد ومن المصري ومن الجيش واخد بالك ومن الحرس ومين طلبني مدرب امبارح عاوز لعيب عنده ماتش بكره في الحرس قلت له روح عنده ماتش اخر ماتش في الدوري مع انه تحصيل حاصل كان انا الولد يلعب ياخد برضه يعني خبرات الفريق الماتش يتقاله مظبوط يعمل له وزن يعني خليه نجم. بس ده ما يخوفكش يا كابتن انك حتى بتقدم يعني بتقدم لعيبه للفريق الاول مش خايف انك خلاص وانت قلتها لي ان انا لما هيجي البطوله والدوري هيبدا مش خايف ان هتصطدم بالانديه تاني وهتصطدم ممكن المدير الفني دوت اللي قلت له خد اللعيب وخده ولقاه كويس يقول لك لا معلش انا اسف يا كابتن ربيع مش هقدر اسيبه؟ لازم ما اخافش لازم اعمل الصالح العام. انا بشتغل في ثلاث اتجاهات مهمين جدا جدا المنتخب يعني المنتخب والنادي والولد بس خلاص هم الثلاثه دول ما ينفعش حتى لو حصل اللي حصل النادي والمنتخب والولد بس هو ده المنتخب منتخبات تقوم على الثلاث حاجات دول ما عنديش انا مصلحه ليه يبقى مصلحه مصلحه مهمه انا في مهمه وطنيه لازم اشتغل الصح واعمل الصح يا كابتن خد بالك. فاللي اقصده المنتخب انا بعد في نفس الوقت هو بقى لو خالف معايا خلاص انا هسافر باللي موجود هسيبه خلاص لان يعني المفروض النهارده 27 28 وانا كنت مسافر 4 او 5 11 للبطوله طبعا خد بالك فحتى يعني لا صدق انا اعمل المصلحه واعمل الشغل الصح
والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اسافر ما اسافرش، تسافر ما تسافرش مش فارق، بس تكون مستعد. لا انا قصدي عملت الصح. وبص حضرتك، ممكن يبقى اللفه دي تعمل لي، ما تعمليش 20 لعيب بس، تعمل لي 50 لعيب. ما انا ليه بلف المحافظات يعني؟ عشان توسع القاعده يا كابتن. يعني لو صادف يعني حضرتك اكيد بتشتغل انك في كل مركز، بدل ما الطبيعي بتبقى فيه 2 3، لا انت بتعمل لا بعمله دلوقتي 4 5 لعيبه في كل مراكز. انا دلوقتي بعمله مثلا عندي 9 غايبين مثلا في مصر، انا بجيب التسلسل الثاني الثالث الرابع والعب بيه. لان لو انا ما كانش عندي تسلسل يا هاني ما كنتش لعبت ماتشات البدايه. عندي 4 لعيبه كنت 4 لعيبه بشتغل معاهم بس، والباقي كله ما بين الانديه بقى منتشر. هو ده دور حضرتك يا كابتن ربيع؟ مع ربيع سنين بيبقى دوري، بيبقى انا ماليه مجموعه ادوار كتيره جدا. ايه الفرق بين اللاعب المصري اللاعب العادي ولاعب المنتخبات؟ ثقافه يعني الثقافه الخططيه عند اللاعب. لا هو حضرتك الشغل، بص الشغل كتير جدا، وحجم الوقت مع الولد اللي انت بتصنعي، وولد بتقدميه لفريق كبير. فريق كبير يعني بقى على اقصى يعني كل حاجه موجوده في الكوره. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان بتشتغلي بقى على انه صناعه اللاعب الشخصيه، تطوري اداء، واخده بالك؟ ده يعني مع هاني عارف الاول بتشتغلي على ثقافه الفكر والعقل الاول، عشان تغيري الحاجات دي كلها بتاخدي وقت. بعد كده بتطوري بقى الجانب البدني، ده بالك الجانب المهاري بتطوره له ازاي، الجوانب الخططيه ده في وقفته. فعندنا لعيبه الحمد لله لما طلبت الفريق الاول بفضل الله تعالى عشان هم واقفين صح. يعني حجم الشغل مع حجم الشغل بتاعي انا ما بيبقاش مثلا ساعتين. لا انا مثلا مثال بكره، مثلا انا عندي بكره الساعه تمرين الساعه النهارده اليوم اللي فات كان عندي مجموعه الساعه 5:30، ميزان الساعه 5:15 تمرين 5:30، ومجموعه ثانيه ميزان 6:15 يعني تمرين 6:30، واخد بالك؟ وبعدين بعد دور 3:30 طبعا انت واللي زياده كيلو بقى بتعمل فيها كده. لا هو بص يا كابتن، هو طبعا انا عارف حضرتك من مدرسه طبعا الكابتن جوهري، كلنا متاثرين بالجزئيه ديت. وحضرتك بتتكلم في جزئيه مهمه، ان لو ما عندكش الجزء البدني مش هتقدر تعمل الفني. لا ما في لعيب جالي النهارده قلت له انت جيت لي كام كيلو؟ قال لي عليا 5 كيلو دهون. قلت له باقي كام؟ قال لي كيلو. فبقول لك بص ده لصالح مين هاني؟ طبعا لصالح. انت بتدي له فتره كمان، انت عندك 5 كيلو خلال عندك اسبوع عشان تخسهم. لصالحه الولد هيبقى نجم طبعا، هيتعاقد مع النادي هيحترف، وهو لصالح النادي وبعدين المنتخبات بالظبط. فبحاول معاهم طبعا، وطول يوم بشتغل. القصه كبيره جدا، والكابتن هاني عارف الكلام ده سام. القصه كبيره جدا، الشغل بقى كتير جدا، وفي نفس الوقت انت لازم تمشي مع دماغهم رايحه فين عشان اخد اللي انا عاوزه. وبحاول اكون معاهم طبعا ابوهم مدربهم صديقهم عشان برغم من يعني حضرتك انا عارفه انك يعني في ظروف يعني صحيه بتمر علينا كلنا طبعاً بتعاني منها في بعض الاحيان. وانا عارفه كده كويس، دي مشكله كبيره جدا. طبعا ومع كبيرة. ذلك تصر على انك تقوم بادوار احيانا مش دورك، بس زي ما حضرتك قلت كده ربيع ياسين هو اللي بيعمل كده، بيختار يعمل كده عشان عنده ضمير، عشان انا ده وطني، عشان عنده ضمير والله ضميري. وبعدين ومهمه وطنيه بلدي وانا عايش في خيرها. وانا خادم لوطني في اي موقع، فده جالي الموقع ده فبشتغل بما يرضي الله وباخلاص. ربنا دايما بيكرمك عشان كده كابتن باذن الله. والثقه فيك كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله تحقق لنا وتطلعنا اجيال واجيال زي ما طلعت اجيال كتيره. لكن خلينا نروح عندنا تقرير كمان ازاي استعدادات المنتخب الشباب للفتره اللي جايه مع الكابتن ربيع ياسين، ونرجع لنجمنا الكبير. على قدم وساق واصل منتخب الشباب استعداداته بكل قوة خلال معسكره الحالي تحت قيادة مديره الفني المخضرم والكفء الكابتن ربيع ياسين، من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب والمؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمقررة في موريتانيا مطلع العام المقبل. ودخل منتخب الشباب في معسكر مغلق خلال الأيام الأخيرة تحت قيادة ربيع ياسين من أجل تجهيز اللاعبين وخلق حالة من الانسجام بينهم قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة للشباب. وقاد ربيع ياسين منتخب مصر للشباب قبل 7 سنوات في الجزائر بمدينة وهران للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2013،
بعد أداء مميز وراق من الفراعنة اختتمه المنتخب بالفوز على نظيره منتخب غانا في المباراة النهائية للبطولة عبر ركلات الترجيح بنتيجة 5-4. وحملت هذه البطولة الرقم 4 في عدد كؤوس إفريقيا للشباب لمنتخب الفراعنة، ويمني الجمهور المصري النفس بالحصول على اللقب للمرة الخامسة في 2022 مع الخلوق ربيع ياسين. ربيع ياسين على مر تاريخه معروف بأنه صانع الأجيال وصانع اللاعبين الموهوبين، بعد أن قدم لمنتخب مصر الأول العديد من اللاعبين البارعين، وكان على رأس نجوم منتخبه بطل إفريقيا في 2013 ثنائي النادي الأهلي رامي ربيعة وصالح جمعة، اللذان كانا نجمي البطولة ونالا إشادة كل المتابعين. ويراهن ربيع ياسين حاليا على الجيل الحالي من اللاعبين في منتخب الشباب، والذين في مقدمتهم أيضا رمانة ميزان وسط الملعب ومستقبل النادي الأهلي اللاعب المميز العربي بدر، من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، لا سيما وأن ربيع ياسين نفسه أكد مؤخرا في أكثر من مناسبة على أن الجيل الحالي في منتخب الشباب هو الأفضل والأكثر التزاما بين كل الأجيال التي دربها من قبل. مهمة ثقيلة وطموحات كبيرة تراود المشجعين المصريين في الفترة المقبلة مع منتخب الشباب، وثقتهم كبيرة في الخلوق ربيع ياسين في صناعة الفرحة من جديد وتقديم جيل رائع من الأبطال الجدد يكون خير وقود للكرة المصرية في السنوات المقبلة. يعني زي ما ذكر التقرير كابتن ربيع ياسين بيراهن على جيل الشباب. من غير ما احط حضرتك في إحراج، عايزك تقول لي ثلاث أسماء هيبقوا نجوم الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. طبعا لو في أكتر من ثلاث أسماء يعني يا حباس هو المفروض في أكتر، لأن هو حضرتك عشان ما ظلمش ناس، هو في كل اللعب درجة أولى بفضل الله تعالى لازم أقدمه. يعني ما يعني مثلا عندك أحمد عيد في الزمالك، أسامة فيصل في الزمالك، العربي بدر في الأهلي، ذلك إبراهيم عادل في بيراميدز، أسامة فيصل، حمزة علاء، حمزة علاء. رافعين سقف طموح حضرتك لحد فين؟ لا المفروض انا طبعا امشي خطوه خطوه، لكن الصح باذن الله ان شاء الله يعني ان احنا نكمل اللي عندنا امم افريقيا وعندنا كاس عالم وعندنا اولمبياد، ده المفروض. بس احنا نعدي من المرحله الصعبه اللي هي التصفيات. انا من وجهه نظري باذن الله تعالى ان شاء الله لو ربنا كرمنا ولينا نصيب يعني بعد التصفيات دي، يعني عدينا خدنا مركز اول او ثاني في التصفيات دي، يبقى عندنا جيل يقدر نحقق احسن نتائج. حضرتك شايف عنق الزجاجه هي في التصفيات طبعًا. يعني هي اصعب طبعًا. نقطه عشان الظروف، يعني عشان الظروف اللي بتمر، التصفيات اتغيرت والظروف نفسها بحيتك. وبعدين الخمس دول قريبين جدا من بعض، يعني بقى خلينا واقعيين، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر طبعا، وتونس بطوله خارج الارض بحيتك، والجزائر عندها محترفين والمغرب، ولكن احنا قريبين. والتوفيق هم اللي طلبوا التاجيل يا كابتن ربيع كمان صح؟ في دولتين، في ثلاث دول طلبوا التاجيل، وفي المغرب والجزائر وليبيا احنا وتونس رفضنا التاجيل. أيوة. بس 3 على 2 صحيح. هم اللي طلبوا التاجيل. يعني التصويت. قبل ما نروح لديت عايزك تكلمني على المباراه النهائيه يا كابتن، المباراه اللي حضرتك شفت خدت بيها البطوله قدام غانا. غانا دي طبعا كانت صعبه جدا. احنا قابلنا غانا، تعرف غانا بالفطره يعني موهوبين طبعا، عندهم السرعه دي. لما قعدت اتفرجت عليهم وكررت، عندهم السرعه دي من عند ربنا، هم مهاريين صحيح. والولاد خلي بالك لما عاشوا معانا في الفندق مطيعين جدا ومؤدبين جدا، وبيدوروا على بوابه الاحتراف من كاس الامم، عاقلين جدا، عندهم ثقافه من الصغر. بتكلم على المنتخب الغاني. غاني بكلمك على غاني. هم كانوا موجودين معاك في نفس الاوتيل فشايف تصرفاتهم ولاد، واحنا العكس. بس بوجودي هنا بفضل لسه موجود، انا بحاول بقى ايه اهدي الامور، لان انا عارف مين اللي عنده ومين اللي عنده ومين الزئبقي ومين الكهرباء. حلوه الزئبقي دي. ايوه طبعا، ما كتير جدا في السن ده، السن ده محير يعني. متعب جدا جدا، وحصل في النهايه مشاكل كتير جدا، خروجي وان انا اروح وافتح واقول له خلاص انت عاوز ايه عشان النهائي لحد النهائي. فطبعا انا قابلتهم اول مره وكان صعب جدا. انا قعدت في المؤتمر الصحفي مع المدرب، هو كان بيقودهم المدرب اللي جه في مصر في 2009 وخد بيهم كاس العالم 2009. منتخب الشباب في 2009 خدوا كاس في مصر عندنا هنا.
فاحنا قاعدين في المؤتمر الصحفي وقال لي انا مش هتغلب ماتشين ورا بعض. قلت له والله الملعب والفيصل انا مش ناسي، لان طبعا كلام حلو وجميل والشغل يا هاني بيخليك تطمن. لما تشتغل كتير جدا تبقى واثق من نفسك بفضل الله، التوفيق ده من الله سبحانه وتعالى طبعا. ولما لعيبه تتجاوب معاك في المحاضره الاخيره وتقول لي تمام، انا احب ان انا تمام وصل كل حاجه تمام يا كابتن اطمني. طبعا كان جه دلوقتي احنا قدمنا بهدف وبعدين تعادل واحد واحد واربع شوط، وبعدين الحكم ما كانش موافق معانا، والجمهور جمهور الجزائر كله ضدنا، تصفير مع كوريا والله العظيم والله اربع اشواط هاني الحمد لله احنا خرجنا الجزائر يا كابتن من المجموعه دي، كسبنا الجزائر، كسبنا الجزائر فهي على ارضها فوصلنا بيها بالظبط. فاربع اشواط كانوا مهمين جدا وصعبين جدا، لكن بفضل الله حتى لما جت ضربات الجزاء انا كنت ثابت جدا وقلت للجهاز كله اطمئن ان شاء الله خير، الله المستعان خير، املنا العين حتى لو ما كانش في، عملت اللي عليك وارتحت، فكان في توفيق من الله سبحانه وتعالى وقدرنا ناخد بطوله صعبه جدا في اصعب ظروف شفتها في حياتي. يعني ما كانش في رياضه، كانت واقف ولا في جمهور ولا في دوري ولا في معلش مجلس اداره الاتحاد، لان يعني كانت الدنيا كانت بعيده، وانا كنت دايما اطلع رئيس البعثه والمدير الفني، وقدرت يعني في الظروف دي ان احنا نكمل فريق وان الحمد لله حتى في بدايه المشوار نفسه بدايه التصفيات كينيا في مصر 0-0 ورحنا هناك وشوف 0-0 في مصر ماتش صعب وفي رمضان يعني الولاد صغيرين وبنلعب هناك لعبونا ايه الساعه 3 الظهر يا نهار ابيض. اه والله هم بقى بيستغلوا الصيام فكان في توفيق سيبنا 3 بفضل الله ما شاء الله. هم صايمين وكانوا صايمين الشباب. الماتش الثاني الماتش الثاني طبعا كان انجولا هنا 2-1 في مصر برضه 2-1 مش نتيجه طبعا نتيجه هم اللي سجلوا الاول كمان ورحنا هناك بقى ايه تخيل بقى في انجولا والملعب مليان 0-0 فربنا كان كريم الحمد لله في البدايه وقدرت بقى ان انا استعد يوم كويس قوي ونروح للتصفيات وربنا يكرمنا كرم كبير. بطوله قويه جدا لما جيلي هاني يكسب الجزائر في الجزائر ده طبعا غانا مرتين نيجيريا خلاص يبقى ده جيل ايه وتاخد البطوله في بلد في احنا عارفين قد ايه بتبقى انت بتلعب في الجزائر المرشح الاول للجزائر وبتلعبها وبتخرجها وبعدين تقابل غانا مرتين وتكسبها في النهائي. ماتش الجزائر كان الملعب مليان يعني مليان طبعا بس هو التحضير الجاي طبعا بفضل الله وتوفيق ربنا ثم الاسباب. فكنت انا دايما باخد بالاسباب وانا احب الاسباب قوي والتوفيق ده عشان برضه دايما انت عارف ان احنا دوليين يعني على مستوى لعبنا بفضل الله ومدربين بنجتهد وبنذاكر انا احب الاجتهاد بحيثك وفي نفس الوقت اعداد الولد الصغير ده يعني ما يكونش عشوائي ولا ارتجالي ابدا ده باسلوب علمي رائع لازم تجهزه بفضل الله تاخد منه كويس هو ده بقى اللي خليني اسال حضرتك الفرق ما بين المستوى البدني والنفسي للاعيب المصري واللاعب بما اننا بنتكلم على افريقيا نتكلم على اللاعب الافريقي ايه الفرق لا الفرق كبير جدا الفرق ان الافريقي عاوز يتعلم عاوز يبقى كويس عاوز يطور من ادائه عاوز يحترف عنده الطموح والرغبه والاراده في انه يعمل الصح مع مدربه احنا بناخد وقت طويل جدا وصحه كتيره جدا ومجهود كبير جدا لان برضه عندنا الطموح الا بقى يعني الطموح بيمشي مع المدرب عندك مدرب عنده طموح واسم كبير بيمشي مع الطموح بتاعه أيوه. عندك لان انا من وجهه نظري الاختيارات في الانديه يا كابتن انت اختيارات المدربين وتدريبهم وتعليمهم مهم جدا التعليم انا بختار المدرب اللي مرن هاني 2001 المدرب اللي يمشي مع 2003 المدرب يمشي مع 99 مش اي مدرب كل واحد مدرب. ليه صفات طبعًا. معينه عشان مراحل سنيه كل مرحله سنيه ليها وبعدين تخش بقى على مثلا تعمل لهم جانب نظامي تكسب بيه اللعيب ممكن لعيب يبقى كويس جدا عشان يعني الجانب الغذائي ده رقم واحد طبعا دكتور تغذيه يحط تغذيه ده اتضح ان احنا اللعيبه ممكن بكيس شيبسي بشوكولاتايه بزاز بيبسي ينزل التمرين ما تلاقوش ليه مش هو ده الصح فاللي اقصده انت بتبني وبتطوري عشان تلاقي من الصغر ضحيتك وخش عليك ده بقى المدرب اللي بيعلم يعلم ازاي يرتقي بالولد بدنيا مهاريا خططيا نفسيا ذهنيا كل ده في الكتب الكتب لازم تطلع للولاد الصغيرين العلم يعني النظري ده لازم يطبق الكلام العلمي اللي موجود في الكتاب ده لازم يطبق النظري والعملي أيوة. على الشاشه لازم تفرجيه انت تطور شغلك ازاي وشوف اللي احسن منك وشوف اللي وصل وفي نفس الوقت الملعب الثلاثه دول صحيح كابتن الثلاثه دول لازم يمشوا في اتجاه واحد ومتمل لازم تكرارات كتير هتلاقي لان الولد حضرتك لما تعلميه في الملعب وتفرجيه على نفسه ويقعد يتفرج على نفسه هتقنعيه ازاي غير بالشغل السليم غير بالشغل العلمي من هنا الولد لان الولد دلوقتي معلش بيفهمه
وشاطرين في المدرسه وسابقنا بسنين ضوئيه كتير وبيتفرجوا يعني. كمان على دوريات. فانت حضرتك لما تجيب له جزء من لعيب هو بيحبه بيشتغل بشغل معين يقول له ده الشغل الصح. بس هاخد قبل ما اجل الحته دي يا كابتن، انت حضرتك بتتكلم كمان على التدرج، بمعنى ان حضرتك مثلا مسابقه 2001 او بتاخد، فانت كمان المفروض والطبيعي ان ال 2001 خلاص عنده 19 سنه، فالطبيعي ان يكون الجزء البدني والتكتيكي والفني يكون على على مستوى. انت حضرتك مش مسؤوليتك انك تنمي ده، انت حضرتك مدرب منتخب ومدربات المنتخبات في العالم كله ما عندهاش المسؤوليه دي، لكن انت بتقوم بيها علشان يعني انت بتحب الشغل جدا عشان وعشان كمان تعمل فرقه. فده جزء صعب يا كابتن، يعني انت بتعمل شغل الانديه بمعنى اصح. التفاوت ما هو ده اللي مزعلني من الانديه، لان في تفاوت ما بين الانديه بدنيا والتفاوت عندي، واخد بالك؟ انا دلوقتي الانديه كل 3 ايام مباراه، ايه شغل اللاعب اللي موجود مع الفريق الاولاني؟ مهاري خططي، دايره كورنر فاول بينالتي شكرا. انا لا، انا بقى عندي برنامج قوي جدا على المستوى البدني عشان عندي 4 ماتشات جامدين جدا لازم اجهزه باسلوب علمي هالي هاني عشان الولد ما يتصابش. عشان انت فكرك هو احنا نروح النهارده هنقول احنا عاوزين وانا عندي تفاوت بدني ما بين اللاعب حرب ازاي. حضرتك كابتن هو المفروض ان حضرتك مدير فني. ايوه ايوه كلامك مظبوط. الولد يجي لك لا بدنيا جاهز وفنيا ما تتعبش معاه، لان الطبيعي في البلاد الطبيعيه المنتخبات بتروح يتجمع 4-5 ايام بيعمل ماتش ودي، او لو عنده بطوله بيتجمع قبلها ب 10 ايام يعمل الاستعداد بتاعه يخش البطوله. فحضرتك انت انا لسه بقابل الهوا بقول لحضرتك انت لسه عندك معسكر؟ قلت لي اه. انت دلوقتي بقالك كام اسبوع؟ 11 اسبوع. 11 اسبوع. 11 اسبوع رقم 11. شكيت مرارا وتكرارا. مش لازم اجهز الفرقه طبيعي، ده اللي بتكلم عليه. بس فين ما ده دور بقى دور الكوره كابتن، ودور الانديه فين، ودور المدربين قطاع الناشئين فين؟ فين فين؟ بص ماتش الكوره في 90 دقيقه ايه غير التحملات؟ مش التحملات كلها قوه سرعه؟ فين اللاعب عند ليه؟ ثلاث اربع لعيبه ما يجريش معلش الحته دي لازم اوضحها. انا لما قلت تفاوت يعني التحملات دي هي كوره وهي سر المباراه. انا النهارده بغنمها له واطورها له واخليه عشان يروح يقدر. لما قابلنا غانا 4 اشواط في نهائي افريقيا كنا واقفين صح، لو مش عنده تحمل خلاص كنت الشوط الثالث هتقع. يعني قول لي في لعيبه، انا بتكلم مع اللعيبه بتكلمه بمنطق وعلم وبحكمه وبالراحه عشان هم يتعاونوا معايا. زي ما انا دعاهم لازم يدعموني ويسمعوا كلامي عشان اقدر اخد اللي انا عاوزه. فبفهمهم، انا بشرح لهم خد بالك كم لعيب من اللي عندي عمل تحملات من شهرين؟ مفيش. طيب اروح اعرف ازاي؟ هقابل تونس ازاي؟ كل سير مباراه مش هيقدر يكمل، هيتصاب خد بالك. فاللي اقصده الاسلوب العلمي هو ده، لازم بقى ننسق بينه وبينه. انا المفروض اقفل على اللعيبه دي، والمدرب اللي عاوز لعيب يلعبه اتفضل خده من عندي وانظم له اموره واخنن له احماله واخليه يروح بفضل الله تعالى زي ده الصح. انما هم بياخدوه يخلوه يبعت لي ولد مثلا ممكن يقعد يلعب 5 دقائق ياخد قبلها يوم وبعدين تاني يوم وبعدين يومين اجازه بعد مش عارف ايه 4-5 عشان لعب 10 دقائق مثلا. بس ساعات الناشئ ده كابتن ربيع بيبقى اصلا جاي عنده تحدي صعب جدا او مشكله، يعني ظروفه المعيشيه او الدخل مثلا بتاعه بيبقى ضعيف الى حد ما. وده يمكن برضه من التحديات الكبيره اللي بتواجه الناشئين في مصر بالذات يعني. وده برضه ما هو ده بيحمل عليك برضه يعني طبعا. ده بياثر على حضرتك ودورك. هو حضرتك زي ما قلت كده مظبوط. بس يعني عشان انا يعني عندي اسلوب بشتغل بيه وبحضر بيه اللعيب كويس فبدور على كل حاجه تخليه كويس في الكوره. مش بس الملعب بس، ما زي قلت لك مثلا التغذيه، حتى الاحمال بجيب دكتور احمال الله يبارك، حتى علم النفس الرياضي. عملت محاضرات فعلا جبت دكتور النهارده المحاضره رقم 5 وبنفسك بتقعد تتكلم كمان حضرتك عارف. ده مش موجود، انا اللي بجيب الحاجات دي. انا اللي بفكر عشان عاوز اوصل بالولد اللي انا عاوزه، عاوز اوصل بيه باحسن فورمه. فناقصه ايه؟ ناقصه ايه؟ حتى بقول له لو انا بوصل معلش لو اخبار الحاج والحاجه في حاجه، طب عاوز حاجه، طب الدراسه في حاجه في الجامعه. انا رحت جامعه مع لعيب يعني عشان اخلص له اوراق عشان اخلص اوراق. حضرتك اللي رحت بنفسك الجامعه بتاعته؟ طبعا رحت. ولو في حاجه كمان ساعات بيروح بيزور الاسر في بيوتهم عشان هو ده اللي هيجيب يعني. هو ده لو ريحتيه من الجزئيه ديت قولي له انزل قصر. دي المشاكل اللي بتكلم عليها. هي دي مشاكل الولد، عنده مشاكل كتير جدا في حذاء مش موجود، في امكانيات، في مواصلات بيجي فيها طبعا. ده بقى لحضرتك في نومه في البيت، في تغذيه معانا، في حاجات كتير. ده مع ده مع ده مع ده تلاقي اللعيب، صناعه اللعيب بقى فيها كل الكلام اللي انا قلته. صناعه اللعيب الدولي
صح صحيحتك. ففي الانديه المفروض زي ما بقول الكابتن هاني الانديه لازم تهتم. احنا عندنا يا جماعه 105 مليون ما نعرفش المنتخب لا نعمل ما فهمش ازاي فيهم طبعا بس الناس بتستصعب الامور. المفروض احنا طبعا ما لازم يكون الامور صعبه. هو الولد بيتولد نجم، هو المهندس بيتولد مهندس، هو الدكتور بيتولد دكتور، مش بيفضل يفضل يحرط ويذاكر ويقعد ويجتهد عشان يبقى مهندس. هو لعيب الكوره كده لازم تشتغلي معاه من الصغر صح، توجهيه صح وتثقفيه صح وتعملي له مثلا عشان عشان تلاقي هتلاقي. النهارده عندنا نجوم الحمد لله كويسين زي الفل و100 100 بيلعبوا بفضل الله ثم العلم الحمد لله. ده طبعا يا كابتن انا بايدك جدا في الموضوع ده، وزي ما انت قلت يعني احنا مش من صعب الامور، احنا ما بنحبش نشتغل بصراحه يعني في طبعاً جزئيه طبعاً بتبقى قدامك والدنيا واضحه قدامك ان كل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كابتن انت تقريبا قالب الايه. انت بتشتغل نادي وهم بيروحوا انديتهم لكنهم هم منتخب، لان تطوير اللعيب على كل اللي حضرتك بتقوله ده المفروض ده دور الانديه. فلا عشان طبعا حضرتك يعني بتحب البلد وبتحب شغلك طبعاً طبعاً. فبتعمل ده وانا يعني بعمل له قياسات. هو ما بيجي مش بوزنه بشوف وزنه وانا بدخله كده واعمل له قياسات. وانت عارف النهارده العلم بفضل الله وصل بفضل الله لاقصى علم غير زمان دلوقتي. فالولد اللي اقصده انك لازم تحضره وتجهزه بالعلم. فبيجي عندي انا اول حاجه الميزان، الفيصل بينه وبينه الميزان، بمسك الدهون، بمسك الميه، بمسك العضلات، بمسك حاجه كل حاجه فيه عشان ما لازم عشان اظبطه كويس قوي. اشوف اللي داخله ايه حاجه تاخد بالك إيه. فكل الامور ماشيه والحمد لله وبنجتهد وبنحاول والله المستعان الحمد ربنا لله. ربنا ان شاء الله يوفقك يا كابتن. الحمد لله. نخش في ملف النادي الاهلي. هنخش في ملف النادي الاهلي بس طبعاً. بعد الفاصل ده وبعدين البيت الكبير مع كابتن ربيع ياسين. اتفضل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه والكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين. قبل ما نتكلم في النادي الاهلي وموسيماني ورؤيه حضرتك في قبل النهائي والمباراه النهائيه، اسالك بس سؤال كنا بنتكلم فيه اخبار ايه اللعيبه المصريين المحترفين في الخارج، وكان حضرتك على وجه الخصوص كنت بتتكلم ان في دعوات ليهم بشكل مباشر، اخبارهم ايه في المعسكر؟ في انا اكتر من 25 لاعب محترف جبته. 25 طبعا لاعب. ده انا بدور يعني كل مصر خارج مصر، يعني اي تليفون بيجي لي ابعت لي بياناتك النادي مقيد خد بالك ماتشاته وعلى طول هجيبه على طول. فاكثر من 25 يعني شفتهم، واي لعيب كويس بيثبت وجوده وبيتصل بيا بجيبه فورا وانا عندي استعداد. يعني البطوله تاجلت شهر بس انا اديت مهله نص تسعه ومديتها لاخر تسعه لاي لعيب محترف عاوز يجي. في لعيب مظهر ابن يعني كان اتكلم مع حضرتك وقلت له هتابعك ايه ما بتابعه كان عندنا هنا في البرنامج بتابعه طبعا ومعاه على طول بالتليفون لسه الاسبوع الجاي ما هيروح نادي لما يروح نادي حاضر. قلت له بس انا مش مقصر معاك خالص يعني حضرتك دلوقتي اللي بتتكلم كل طبعًا. اسبوع طبعا ما ليه؟ لان مصلحتي يا كابتن هاني واحده لما اجي لعيب محترف تقيل وكويس واخد بالك ويقدر انا اقول لا ايه حضرتك وصلت ايه اللي حضرتك وصلت له مع وصلت له انه لسه قال لي اخر حاجه المنسق الاعلامي قال لي انه هو كلمه قال له انا عاوز اجيبه على عاوز الكابتن يشوفه عشان يجيبه. مش قلت له لا انا عشان اشوفه لازم يجي معايا مده اسبوع على الاقل في المعسكر اقل حاجه طبعا والعبه ماتش ودي طبعا انما انا اشوفه في الفيديو وخلاص. وبعدين يا سيدي انا عندي استعداد اذهب معاه بس يجي فما فيش مشكله عندي خالص لو يجي يشرف. حتى البطوله تاجلت شهر يمكن فرصة يجي في اي وقت وانا في انتظاره واخد بالك. ويهمني منتخب بلدي يهمني صح. الفرقه مزبوط. ويهمني لو في ولد بره كبير وناضج وكويس ويلعب يجي اهلا وسهلا فمش مقصر خالص مكسب لمنتخب مصر طبعا اي وقت يشرف اكيد. المهمه الوطنيه. كنت عايز تتكلم عن الاهلي صحيح كنت عايز اتكلم مع حضرتك على رؤيتك اولا في الماتشين قبل النهائي اللي هو الوداد ورؤيتك كمان للمباراه النهائيه ان كان من منافس الرجاء ام الزمالك. شايف اداء موسيماني ازاي في المباراتين دول وان شاء الله تاثيره على المباراه النهائيه؟ هو موسيماني طبعا يعني هو محظوظ جدا النادي الاهلي دي حاجه كويسه جدا. الكيان الكبير ومنظومته تساعد المدربين يعني على الابداع والتالق والابهار. خلي بالك هو العرف بيقول ان اي مدرب في اي نادي بعد كام يوم او كام اسبوع او كام ماتش تلاقيه ابدع وظهرت بصماته. الاهلي بسرعه لان المنظومه خلي بالك ماشيه بالترتيب الاداره اللاعبين الجمهور المدير الفني. صحيح. النهارده طبعا ده ترتيب هو ده الترتيب في النادي الاهلي في منظومه النادي الاهلي. اللعيبه موجوده على اعلى مستوى، الاداره بتوجد الاستقرار، بتوجد التماسك، هاديه جدا بتتعامل بتعرف عندها خبرات تتعامل بيها مع ظروف الدوري وظروف المباريات
سلبيه او ايجابيه هاني. خد بالك عندك جمهور لو انت فتح المدرجات الجمهور شوف بيملى طبعا، وفي اوقات بيبقى فيصل كتير جدا في ثواني اخيره بعد كده. المدرب هو المدرب اللي لاقي الجو ده والاجواء دي كلها والمثاليه دي كلها لازم يحقق. النسب بتاعه اي مدرب بيخش النادي الاهلي بتبقى قليله وبينجح بامتياز. مظبوط قليله مش 80. دايما دايما الناس بتتخوف مثلا فايلر، لا طب هنشوف وهنجرب، وفعلا فايلر في اول خطواته كان في نجاح كبير جدا. نفس الكلام يعني النسب، انت مدرب وعارف لما تروح نادي في نسب الكبيره دي انا نسبتي كان مدرب تعدل 25-30% وانجح، ومفيش مدرب في النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي يعني ما نجحش. حتى المدربين اللي هم بيبقوا بعض من مفيش امكانياتهم بينجحوا عشان المنظومه اللي اصوله. ان موسيماني ناجح بامتياز بصراحه، ناجح بامتياز، ونجح ان هو كسبنا ماتشين كبار جدا جامدين جدا ما حصلتش، وقدم حاجه فنيه على اعلى مستوى. حاجه فنيه على اعلى مستوى، ما هو الفيصل بين اي مدرب واي الجانب الفني 90 دقيقه كوره. فهو الراجل نجح، نجح بامتياز، بس التقديم اللي جه لقاه ساعده كتير. الارضيه اللي جه لقاه ارضيه جاهزه بشكل كبير جدا مع طموحه مع ما نغفلهاش يعني. يعني خلينا واقعيين، هو ماتش الوداد كان واقع له كام يوم بيمر الاهلي او ماتشات الدوري ما كملش اسبوع بس. شوف بقى، يبقى نشكر الاداره، نشكر اللعيبه طبعا، نشكر الجمهور، ونشكر مفيش كلام المنظومه كلها ماشيه. فالابداع من هنا هيجي. فهو موسيماني نجح، شفناه تألق في ماتش خارج الارض مع الوداد في الارض هناك كسبنا. سير المباراه ساعدنا كتير قوي، وخاصه في اول دقائق لما تجيب هدف ده بيوجد ثقه. اكتر لاعب فرق في وجود موسيماني في الفتره القليله دي، وفرق يعني في الفتره القصيره دي من وجهه نظر كابتن ربيع؟ لا هو ممكن تقولي مثلا ايه، طبعا هو الشناوي متالق في احسن حالاته الفنيه. انا كنت هقول بعيدا عن الشناوي يعني عندك قفشه برده ماشي كويس وسجل وابدع، ودلوقتي يعني تيل. وبرده في مروان رجع، يعني لو تلاحظ برده مروان الفتره اللي فاتت ما كانش، مروان رجع وبيسجل وهداف وبقت الامور ماشي احسن بكتير يعني من الاول. بكتير قوي كمان، بكتير قوي. وثقه في نفسه، تحس انه واثق في نفسه وبدا محطه بيبقى. الفرقه كلها بصراحه ماشيه كويس من اول الشناوي الخط الظهر لوسط الملعب للخط الامامي للراس حربة الصريح. فاللي اقصده ان هو وجد حته كويسه جدا، هي الفوز الاهداف، توقيت الاهداف تعاطيته، توقيت الاهداف خاصه في المغرب. طبعا طبعا. فشوفنا فرقه طبعا اداء رائع بصراحه، واللعيبه كانوا على مستوى رائع خاصه في الجانب الفني. الجانب النفسي في النادي الاهلي ما طبيعي جدا، الولد يعني قصدي لعيب النادي الاهلي هو بيتعامل مع كيان كبير جدا، الكيان بيحترمه ويقدره وبيجهزه احسن تجهيز. خلي بالك من الحته دي. مظبوط. فخد بالك هاني مش يعني محتاج حاجه يعني الولد يعني. خلينا واقعيين. فاللي اقصده ان هو ابدع طبعا، والماتش الثاني كان سهل لان هو احنا برضو الماتش الاول يعني ادانا فرصه ان احنا ننزل بثقة مهمة جدا واقتدار مهم جدا وترابط وتماسك وجانب فني واخد بال حضرتك وتألق وإبداع. أعتقد كل ده أثر على الماتش الثاني بشكل إيجابي رائع. واخد بالك لقينا جوانب دفاعية، لقينا على المستوى الفردي الجماعي، لقينا جوانب هجومية، لقينا تألق، لقينا تسجيل أهداف، لقينا حتى استحواذ بشكل جيد. احنا اللي بفرضين اسلوبنا مش الماتش والماتش الثاني. النتيجة كمان ثلاثة يعني قصدي. فكل سير المباراة كان بالنسبة لنا في الماتشين امتياز. كسبنا 5-1 في نهائي قبل نهائي المجموعة. ده ريكورد ما حصلتش. فبصي بقى، فعشان كده انا بقول اشكر موسيماني واشكر الادارة واشكر اللعيبة. خد بالك وعدم حضور الجمهور برضه، لان اكيد الجمهور يعني وجوده مهم كان جدا. كان سبورت ليه على وسائل التواصل الاجتماعي، هو كان بيتابع ده كويس وحسه اول ما نزل. ما نزل حتى كان اول ما دخل النادي الاهلي يا كابتن قال لي، يعني هو كان اول يوم ليه في مصر، قال لي انا دلوقتي فعلا صدقت هم بيقولوا ليه النادي الاهلي النادي كبير. طبعا احساسه من اول ما دخل الجزيره فرع الجزيره قال لي لا يعني انا فعلا. ولسه لما نجيبه فرقه الشمس ان شاء الله. فرقه الشمس بقى ده هيتقطع في فرقه الشمس. لازم يتقطع بكرش ده طبعا. احنا بنوزن خلي بالك. لا طبعا في الوزن، لا خليه شويه عايز يخس هو بس شويه. فنجح بصراحه، نجح وهو مدرب لذيذ جدا، وشكله انسان وشكله بيعرف يتعامل مع اللعيبه وعنده خبرات كبيره جدا يا كابتن. ده بننسى ماتش الوداد، نخش على النهائي بقى. النهائي بقى يبقى مختلف
النهائي مختلف مش يعني كلام. تفكير النهائي النهائي 90 دقيقه مش كده ماتش واحد ولا ماتش ماتش 90 دقيقه بتختلف غير 180 دقيقه 90 دقيقه طبعا وان شاء الله تكون هنا موجود في مصر ومع فرقه من الفرقتين الزمالك او الرجاء. تتوقع مين يا كابتن بالنسبه حتى لسير مباراه او نتيجه مباراه الزمالك والرجاء في المغرب؟ تتوقع المباراه النهائيه ما بين الاهلي والرجاء ولا الاهلي والزمالك؟ بص الاول اتمنى ان الزمالك يكسب ان شاء الله عشان برضو فريق مصر. طبعا اكيد طبعا اكيد كلام يعني. لا الزمالك اعلى من الرجاء، الزمالك احسن، الزمالك فنية. افضل الزمالك فنيا اتقل من الرجاء ضحيتك فنيا في المعدل الفني بتاع 90 دقيقه بتوعه بالنسبه لخطوطه كجماعيه وافراد تلاقي الزمالك اعلى بالك، والدليل ان هو كسب هناك مع ان الرجاء فرقه مش وحشه، فرقه كويسه، فرقه تقيله طبعا، فالزمالك حقق نتيجه كويسه. فالنهائي اعتقد ليه تفكيره بالنسبه للمدير الفني في تحضير فرقته الاول، في ال 11 لعيب اللي هشتغل بيهم، اللي معايا مين بره اللي هدفع بيه بالك، سير المباراه يمشي ازاي، انا السيناريو بتاعي على المستوى الدفاعي والهجومي ازاي، يعني انا بشتغل على الاستحواذ هكسب ازاي، هوصل ازاي، هروح ازاي، الطريقه بتاعتي ازاي، الخطه بتاعتي ازاي بالك، همرن اللعيبه وهحركهم ازاي عشان يروحوا يسجلوا لي، هشتغل من الجناب، هشتغل من العمق، هشتغل بالطويله، هشتغل باللمسه واللعب، هشتغل الاستحواذ بتاعي، المدافع ازاي، هضغط ضغط عالي ولا اعمل الزون بتاعي ال 10 يارده ولا 20 يارده 18، كلها امور دي يملكها المدير الفني يعني، لانه المفروض يكون قرا المنافس طبيعي طبعا، وبناء على قرايته المناسبه هو اللي بيحط بيحط الفني الخطوط دي، بحضر شغل الفني على الفريق المنافس كله فني ده بالك، فاخد بالك في حضرتك هو ده المدرب، المدرب واللاعبين يا كابتن هاني هم النهائي، توفيق ربنا هم طبعا المدرب في وضع خططه وشغله وقراءته وتوظيفه، يعني ممكن يصير مباراه في توظيف تختلف ممكن السيناريو يتقلب، يكون هو محضر سيناريو وفجاه السيناريو يتقلب في ثانيه، يتقلب في ثانيه، لان ممكن النتيجه مثلا سير مباراه ممكن تبقى سلبيه، ممكن كسبان واحد متعادل دخل فيه، فبكل ده السيناريو بتاع المدير الفني لازم يدركه، لازم المدير الفني يكون في احسن حالاته الفنيه في ادارته للمباراه. طيب في حال يا كابتن ربيع قابلنا الرجاء، والرجاء زي ما حضرتك يعني تفضلت فريق قوي، بطل الدوري المحلي هناك، ايه اللي حصل في الاول في مباراه الشوط الاول مع الزمالك هناك، وهل ممكن الاداء ده يتكرر في حال قابلناهم يوم 6 نوفمبر؟ هو ولا ادائهم ده لا يرجع مره اخرى غير متوقع لا كل ماتش وله ظروفه وخاصه المباراه النهائيه دي النهائي وبعدين نتيجه قريبه يعني برضو واحد غير اتنين في نفس الوقت انت ما تضمنش الظروف، كره ملهاش كبير احنا ده في فرق في كاس العالم، كان في فرق في فا مره فرقه كان بين مش عارف نيجيريا واليونان 6-0 و6-6 وضربات جزاء انت فاكر فيها ده في كتير جدا، واحنا عندنا يعني في سيناريوهات كتيره وفي تجارب كتيره، الكوره مالهاش كبير زائد يوم المباراه ده مهم جدا في التوفيق. أيوه. يوم المباراه في ال 11 لعيب، يوم ممكن لعدم الاختيار ممكن اريح لاعب يفرق معايا، لاعب واحد يفرق معايا في شغله الهجومي، خد بالك ممكن اريح حارس مرمى، ممكن حاجات كده، لكن يوم المباراه بالنسبه لل 22 لعيب مهم جدا جدا مع توفيق الاثنين المدربين، المدرب اللي بيقود بره لازم يقود وفي نفس الوقت في احسن حالاته الفنيه، عنده شغل كتير، عنده شغل بعينه كتير، عنده طبعا. شغل فيه خبرات كتير، عنده شغل فني كتير يعني فني في كل جزء من المباراه، في كل جزء من المباراه ممكن يكون في تدخل والتدخل السريع في اوقات معينه بتفرق جدا. 22 لعيب يعني قدامه 22 شايفهم بخططهم بشغلهم بفردياتهم بمهاراتهم ببدنياتهم بكل حاجه، واخد بالك اللي اقصده يعني ان هو بيدير ولازم ده نهائي، فالمطلوب كتير طبعا، لكن زي ما قلت لك اللاعب بقى مطلوب منه ان هو يركز ويلتزم ويكون بيدخله الاصرار اللي مطلوب مني ايه. انا من وجهه نظري ماتشات الكوره وظيفه عند اللاعب فنيه، وظيفه يعني وانت عارف كده كويس، انت بتكلف اللعيب والله انت عندي باك ليفت، وظيفتك خلال 90 دقيقه 1 2 3 بس تهاجم امتى وتدافع امتى، ده شكرا ده اللي حاسبك عليه بالك، قيس على كده كل مراكز يعني. قيس على كده بقى الكتله بتاعتي بتروح ازاي وبتهاجم ازاي والشكل الدفاعي ازاي والشكل الهجومي ازاي وشغل ازاي المطلوب ازاي وضغط ازاي ونص الملعب ازاي والتحول من دفاع ولا حاجات كتيره جدا، في من وجهه نظري انا عند المدير الفني، انا بجيب مدير فني
بحجم هذا المدير الفني عشان يشتغل مع اللعيبه. فيوم المباراه مهم جدا، والتوفيق التوفيق كمان يوم المباراه ده كمان ممكن تكون كل التحضير يكون على اعلى مستوى وهو كمان، لكن توفيق ربنا ده اولا واخيرا. ممكن يكون اللعيب ثم الاسباب. طب التوفيق ثم الاسباب. يعني انا من وجهه نظري بدل يعني اشتغلت وتعبت، لا هي كره شغل يعني، قصدي الكره دماغ، الكره برضو خبرات طبعا، الكره برضو كره حاجات كتيره جدا يعني. فاللي اقصده المدرب، انت بتشتغل وبيبان المدرب حجم الفني اللي عند المدرب بيبان يعني طبعا. بيبان هو في ادارته، بيبان في تشكيله، بيبان في توظيفه، تغييره. انا كنت مختلف مع احترامي معلش، وقلت الكلام ده في وجود فايلر، وكان فايلر كان برضو فايلر عمل، خلينا نتكلم بامانه، كان في الفتره الاولى عمل ماتشات كويسه قوي ونتائج كويسه، لكن في الفتره الاخيره يمكن كان بيلخبط شويه. لكن حضرتك قلت ايه بقى على فايلر؟ لا انا قلت على فايلر انه عادي، الاهلي اللي صنعه حتى قبل فتره الكورونا كان ده راي حضرتك. ايوه انا من ساعه ما ان بيبان المدرب، المدرب بيبان. وممكن خلي بالك المدرب مفيش توفيق، بس لا ده مدرب قديم، لا ده شايف، ده فاهم، ده عارف، لان الحجم الشغل اللي عند المدير الفني الشاطر كتير، مش فرقته والفريق المنافس والتحضير والتوظيف. ده ممكن تركيه واحده هاني تعرف كده كويس تقلب لي المباراه واروح والناس تبقى مقتنعه ان لا ده عمل مباراه كبيره ومفيش توفيق. لا حقيقي خبر. فلا صوته بيبان حتى اللعيب اللي هو بعيد عن مستواه المدرب يرجعه. خد بالك الشكل العام، الكوره دلوقتي بقت فتره كبيره جدا عندنا ثلاث نقاط وترتيب لكن احنا عاوزين نشوف الابداع ونشوف الابهار ونشوف بقى ايه، نستمتع بالكوره بالله، هو ده اصل الكوره. صح. فان شاء الله موسيماني ماشي كويس، وان شاء الله ربنا يوفقه ويكون من نصيبنا ان شاء الله. متفائل ان شاء الله. ان شاء الله متفائل جدا بفضل الله. احنا كمان متفائلين بوجود حضرتك على القياده الفنيه لمنتخب الشباب، ومتاكدين رغم الصعوبات ان شاء الله كابتن ربيع ياسين برضه هيحضر لنا جيل مميز جدا جدا من اللعيبه المميزه ان شاء الله. كابتن ربيع شرفتنا كابتن ربيع، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا لكم، كل عام وانتم طيبين. اشكركم، شكرا جزيلا. شكرا ليش برضه حلاوه اجيب لك يا كابتن، قول لي انت فين ده يا كابتن؟ طب والله خلاص عزمك طبيعي راجع عزمك. ربنا يخليك، كل سنه شرف ثاني والله. ربنا يخليك، شرف حبيبي. بشكركم شكرا جزيلا. دي كانت حلقه يوم الاربع، بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1.